يلا شباب، اللي عايز يجهز حاجة يجيب القهوة بتاعته ويجيب النود بتاعته. مهندس محمد عزت وعدنا النهاردة إن ما حدش هيطلع زعلان من السيشن يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. تمام، يلا بينا. توكلنا على الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل الشباب اللي حضروا معانا النهاردة في الميت اب. وبصراحة مبادرة ممتازة من كان المهندس هشام جلال، مش عارف هو معانا النهاردة ولا لأ. كان هو اللي بدأ الموضوع وحب إن هو نعمل ميت اب كان المفروض إن هو يبقى في مصر، وبعد كده اقترحنا إن هو يكون في الريجون كلها بحيث يغطي الوطن العربي بشكل عام. يعني أي حد من الشباب العربي مهتم بالماشين ليرنينج هيبقى معانا ان شاء الله ويستفيد وكلنا نستفيد يعني من بعض ان شاء الله. طب ليه المبادره دي؟ احنا في عجاله كده عشان ما نطولش على المهندس محمد عزت. احنا كنا قلنا المبادره عشان اول حاجه قله المصادر العربيه والمحتوى العربي في المجال، يعني تقريبا المحتوى العربي قليل في الموضوع ده، وقليل اللي بيتكلم فيه باللغه العربيه او ان احنا نتكلم مع بعض بلغتنا يعني. تاني حاجة، قلة عدد الاكسبرت في المجال نفسه في الوطن العربي، يعني لما بيكون في شركات محتاجة تشتغل على مشاريع فيها ماشين ليرنينج بيضطروا ان هم يروحوا لريسورسز بره من اوروبا او من امريكا. فمع الوقت ان شاء الله المفروض الريسورسز في الوطن العربي هتزيد ان شاء الله بفضل جهود الشباب في الميتاب وتراكم الخبرات يعني ان شاء الله. ثالث نقطه، ان احنا نفتح قنوات تواصل بين الشباب المهتمين بالمجال دوت بالماشين ليرنينج ونجمعهم مع بعض في شانلز كوميونيكيشن شانلز يوصلوا لبعض بسهوله. تمام. والنقطة الأخيرة إن هي بعد كده مع الوقت هيكون في اكسبرت في السوق، فبالتالي البيزنس اونرز يقدروا يوصلوا للريسورسز موجودة في الوطن العربي. اللقاءات هتكون دورية بشكل دوري يعني إن شاء الله، إذا كان أسبوعي أو أسبوعين يعني، بس هي مش في شكل دورة يعني، هي مش دورة تدريبية، هو شكل ميت اب يعني. مع الوقت كده هيكون معانا مجموعة من الاكسبرتس بيكلمونا في مواضيع كتير داخل المشين ليرنينج. أوكي، مفيش شهادات للحضور، ده ميت اب. الجروب طبعا بالتعاون الرسمي مع شركه امازون، هيكون معانا ناس اكسبرت من شركه امازون زي المهندس محمد عزت مشرفنا النهارده. اللقاءات طبعا كلها تبقى متسجله وان شاء الله على اليوتيوب، بحيث اي حد يقدر ما حضرش الميت اب معانا يقدر يحضر الفيديو ان شاء الله. معظم اللقاءات هتكون باللغه العربيه، لغتنا يعني، ولو في حد اكسبرت من بره باللغه الانجليزيه ما عندناش مشكله ان شاء الله بنستضيفه، وتبقى طبعا اللقاء باللغه الانجليزيه. معانا النهارده المهندس محمد عزت سينيور سوليوشن اركتكت، مشكورا يعني ادانا من وقته النهارده وهيكلمنا عن انترو في الماشين ليرنينج وهاو تو جيت ستارت. فنسيب المايك للمهندس محمد عزت ونتمنى له التوفيق. اتفضل يا باشمهندس. شكرا ابو حميد. السلام عليكم ابطال الماشين ليرنينج، وانتم ان شاء الله هتكونوا فعلا ابطال الماشين ليرنينج مع نهايه السيشن ديت وتتابع الدورات او تتابع السيشنز اللي هنعملها انا وزمايلي باذن الله ان شاء الله. زي ما قال احمد، احنا لينا هدف، الهدف ان ان شاء الله بعد ما نكمل عدد معين من السيشن انه تكونوا عندكم خبره وشجاعه انك تبتدوا تستخدموا الماشين ليرنينج، تتعاملوا معاها، تستخدموها في تطبيقات كتيره. وهدف قريب في السيشن ديت انك تكون تحب الماشين ليرنينج، يعني او بعد ما تخلص السيشن ديت انا عايزك كده تصحى الصبح اول حاجه تعملها هي الماشين ليرنينج، تفتح تقرا الجوريزم، تفتح تعمل موديل جديد، تفتح تذاكر حاجه جديده. فاوعدكم ان شاء الله ان السيشن بتاعت النهارده هتكون بسيطه وسهله وفيها كتير من الضحك وفي نفس الوقت المعلومات القيمه. اهم حاجه كمان قبل ما ابتدي لازم اشكر احمد كتير قوي وشام على المبادرة الطيبة ديت، وأنا سعيد جدا أن أنا أكون معاك وإن شاء الله تكون السيشن مفيدة وبإذن الله أكون معاك في لقاءات تانية أكتر وأكتر. قبل ما نبتدي القصة بتاعتنا النهاردة، أنا عايزك تكون فخور، تمام، لأن أجدادنا، تمام، هم اللي عملوا قلب الماشين ليرنينج الألجوريزم. أكيد كلنا نعرف الخوارزمي أو أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي،
مؤسس تمام علم الخوارزميات او اللي هي الالجوريزم اللي احنا بنقول عليها دلوقتي الالجوريزم. الراجل ده كان لي كان نابغة صراحة، وكان لي كتب ممتازة جدا في الرياضيات والفلك والجغرافيا، ويكفي انه هو اللي وضع الاسس حل المعادلات التربيعيه والمعادلات الخطيه اللي احنا هنتكلم عليها كتير قوي ان شاء الله في موضوع الماشين ليرنينج. يمكن الخوارزمي ناس كتير قوي تعرفه، بس في نفس الوقت في علماء تانيين اسهموا اسهام كبير جدا في موضوع التشفير وموضوع الماشين ليرنينج. ساعتها ما كانوش طبعا عارفين او مسمينها الماشين ليرنينج، بس يعني في العلم دوت او وضع الاسس للعلم ده. منهم عالم اسمه القلقشندي، تمام. القلقشندي دوت كتب كتاب اسمه الصبح الاعشى في صناعه الانشاء، تمام. وكان الكتاب دوت بيتكلم عن المراسلات اعتقد في العهد الدوله العباسيه، وكان في فصل من الفصول بيتكلم فيه عن تشفير المراسلات ديت، بحيث ان لو حد اخذ المراسلات دي او اخذ الرساله ديت ما يعرفش يقراها. والفصل دوت كتبه بناء على كتاب لعالم اسمه ابن الدرهم، وهو مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز. لو الكلام ده موجود على جوجل ممكن تعملوا سيرش عليه وهتستمتعوا جدا بالمكتوب في الكتاب دوت. فملخص الكلام، احنا قدها، احنا نقدر نكون عندنا تأثير وجامد في الماشين ليرنينج، ومش بعيد واحد من حضراتكم يكون ان شاء الله في يوم من الايام يعمل لنا الجوريزم او موديل تمام جديد، بالذات ان العلم ده علم كل يوم فيه جديد وفيه حاجات لسه ما اكتشفناهاش. الاجنده بتاعتنا النهارده، اول حاجه هنتكلم عن الماشين ليرنينج. ايه هي الماشين ليرنينج؟ هنتكلم شوية على use cases للماشين ليرنينج. الهدف من الجزئيتين دول نحببكم في الماشين ليرنينج، وأوريكم إيه الماشين ليرنينج بيستخدمها فين، وإيه المجالات اللي ممكن نستخدمها فيها، وقد إيه العملاء بتوعنا في أمازون سواء هنا هوت في الـ في الـ في الـ في المنطقة بتاعتنا أو حتى في أوروبا وأمريكا بيستفيدوا بيها إزاي، بيستفيدوا بالتكنولوجيا الماشين ليرنينج من AWS. بعدين هنتكلم على الأسس اللي احنا بنسميها الفاندمنتلز اند ورك فلو. لو انا عايز اعمل تمام ماشين ليرنينج بروجكت، مشروع ماشين ليرنينج، ايه الخطوات اللي هبتديها، تمام، ازاي هجهز للمشروع بتاعي. وبعدين هنتكلم على الستاك بتاع الماشين ليرنينج في AWS والديب ليرنينج فاندمنتلز. وبعدين اجابه على سؤال احد الافاضل ساله في اول المحاضره، احنا عايزين نبتدي بقى، عايزين نشتغل، طيب ايه الخطوات، ايه التولز اللي هنبتديها، وايه الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها، طيب محتاج اعمل ايه الاول، بعد كده اعمل ايه التاني علشان اوصل لمرحله اقول ان انا خبير ماشين ليرنينج ان شاء الله باذن الله. هنبتدي باول جزئيه في اللقاء بتاعنا النهارده، تمام، تعريف الماشين ليرنينج. انا من الناس اللي بتكره اني اعرف حاجه بقراءه التعريف الرسمي بتاعها. طبعا احنا هنقرا التعريف الرسمي بتاعها، بس تخيل كده مثلا يعني لو واحد جه قال لك تمام عرف لي كره القدم، فانت رحت تقول له هي عباره عن لعبه فريقين بيلعبوها والفريقين بيحاولوا ان هم يدخلوا جون مثلا، في الاخر انت مش هتحس بالمعنى، مش هتحس بالقيمه. انا طريقتي لما اجي اعرف حاجه احكي لك قصه، فتعال نحكي لك قصه، تمام، القصه ديت هتعرف لنا الماشين ليرنينج. تعال نتخيل مثلا كده هوت احمد سمير، تمام، قال لك انا عايز اعمل برنامج، البرنامج دوت يقدر يحدد اذا كان الشخص دوت خبير ماشين ليرنينج ولا لا. طيب فراح عمل برنامج ظريف كده، قال لو كان الشخص دوت درس ماشين ليرنينج وعمل بروجكت تمام ماشين ليرنينج، يبقى هو الشخص ده تمام خبير ماشين ليرنينج. البرنامج ده ممكن يبقى if else، تمام، بروجرام، يعني الناس البروجرامرز اللي معانا تمام عارفين الكلام ده، موضوع سهل قوي على فكره. ده جزء من الارتفيشال انتليجنت، ده جزء من الذكاء الاصطناعي اللي الماشين ليرنينج جزء منه. يعني البرنامج اللي عمله احمد دوت ببساطه كده هوت اللي هي ال if else ديت، اللي هي كان فيها two conditions او فيها شرطين، ان هو درس ماشين ليرنينج وانه هو عمل برنامج ماشين ليرنينج، تمام،
ده يعتبر تمام an artificial intelligence program او برنامج ذكاء اصطناعي. بس احنا هنصعب الموضوع على احمد شويه، يعني هنقول له يا احمد تمام بصراحه يعني عشان نقول ان في حد خبير ماشين ليرنينج تمام، فهو لازم يكون مثلا يا اما خبير في احد علوم الماشين ليرنينج المشهوره زي مثلا الكمبيوتر فيجن اللي هي مثلا علم الاكتشاف الاشياء زي اوبجكت ديتكشن او ايمج ريكوجنيشن، او مثلا خبير في علم ال NLP تمام الناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي هو مثلا من امثلتها ان احنا نقدر نتعرف على الكلام تمام، او ان احنا نعمل ترانسليشن نترجم، او ان احنا مثلا تمام نحول الكلام الفويس ده لتكست او التكست لفويس تمام. طيب المواصفات عشان نقدر نحدد ان الراجل دوت خبير NLP او خبير كمبيوتر فيجن او تابيلر تمام اللي هو علم الجداول تمام اللي احنا الداتا اللي بتيجي لنا في شكل جدول وعايزين نقدر مثلا نستنبط منها معلومات، هل الكلام ده نقدر نعمله بإف إلس ستيتمنت تمام؟ اديكم مثال مثلا عايز انا اعمل برنامج او عايز استخدم الماشين ليرنينج علشان تقدر تقول لي اذا كان الايميل اللي جاي ده اذا سبام او نوت سبام، هل نقدر نعمل إف إلس ستيتمنت للبرنامج دوت؟ صعب قوي لانه الهاكرز أذكياء، يعني مثلا لو كل سبام ايميل بيكون موجود فيه كلمة for you تمام مثلا، واحنا حطينا تمام ال if statement بتقول for you يبقى ده معناه سبام، الهاكر ذكي بعد شوية هيغير كلمة for you ديت dedicated for you أو private for you أو whatever. فإحنا هنا هوت في الحالة دي نقدرش، هيبقى صعب علينا إن إحنا نعمل if else statement. إحنا عايزين البرنامج بتاعنا يقدر يستنبط تمام معلومات من الداتا، المعلومات ديت هتقدر تخليه يعرف إن ده attack أو spam أو ده إيميل عادي. ليه؟ لأن أنا مش هقدر أقعد أكتب كل الرولز ديت، أنا عايز الكمبيوتر بتاعي أو الماشين بتاعتي تقدر تبص في الداتا تستخرج المعلومات ديت، وبعد ما تستخرج المعلومات ديت تمام تبتدي تستخدم المعلومات اللي تعلمتها علشان تقول إن ده attack أو ده spam أو ده is not a spam. طيب الكلام ده جميل جدا، ازاي اقدر اعمل الموضوع دوت؟ ازاي اقدر عشان اعمل الموضوع ده لازم يكون عندي داتا تمام، ودي اهم حاجه في الماشين ليرنينج يكون عندي داتا، والداتا ديت تمام فيها سامحوني يعني انا هقدم شويه داتا ديت بتكون ليبلد. يعني ايه ليبلد؟ يعني مثلا داتا ديت كانت موجوده وكان في حد بيقول الايميل ده اتاك او الايميل ده سبام، الايميل دوت نوت سبام، وبعدين ناخد الداتا ديت ونديها لالجوريزم، الالجوريزم دوت يقعد يتعلم 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 لغايه ما يوصل لمرحله تمام انه يبقى عنده القدره انه يحكم على اي ايميل جديد اذا كان الايميل دوت سبام او نوت سبام. عاده الحاجات دي بنستخدم فيها نوع من انواع الاستاتستيكال بروبابيليتي ديسيشن تري تمام الجوريزم. لغايه اما الناس ابتدوا يصطدموا بمشاكل، المشاكل دي مش قادرين نحلها بالالجوريزم او الخوارزميات اللي بتعتمد على الاستاتستيكال تمام اللي هي الاحصائيات او البروبابيليتي تمام او الديسيشن تريز، وقالوا يا جماعه خلاص الالجوريزمز ديت مش هتقدر تحل المشاكل بتاعتنا. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الايمج ريكوجنيشن، او مثلا بعض او اغلب الناتشورال لانجويج بروسيسنج. يعني مثلا احمد قرر ان هو يعمل اتونوموس درايفنج، عربيه بتمشي مع نفسها تمام، فالعربيه اللي بتمشي مع نفسها ديت تمام مش هينفع اديها الجوريزم زي الالجوريزم اللي بتعتمد على الاستاتستيكالز او البروبابيليتي. طيب العلماء ساعتها فكروا قالوا طيب عشان نحل المشكله ديت ما نروح تمام للإنسان ونشوف مخه بيتعلم إزاي تمام، ونحاول نقلد اللي بيعمله مخ الإنسان ده. وطلعوا بعلم جديد اسمه علم الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هي ببساطة ألجوريزم بتحاول إنها تسيميوليت الفانكشناليتي بتاعة النيورونز اللي جوه مخ الإنسان، وتقلقوش هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل، فإنها إزاي بتتعلم تمام، وازاي انها تقدر تشوف او تديتكت
objects جوه الصورة تمام، أو تفهم كلمات تمام، زي ما الولد الصغير هو بيتعلم الكلام، زي ما احنا لما بنبتدي نتعلم السواقه تمام، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. وابتدوا يعملوا ديفلوبمنت لعلم جديد بيعتمد اعتماد كبير قوي على النيورال نتورك تمام، او النيورونز اللي جوه مخك تمام، وازاي ان هم يسيميوليتوا النيورونز اللي جوه مخ الانسان ديت علشان يحاولوا انه يخلوا الماشين تحاكي تمام ذكاء الإنسان أو تتعلم زي الإنسان. طبعا الموضوع صعب وفيه تفاصيل كتيرة قوي، ولكن نجح بنسبة كبيرة قوي بالذات في الفترة الأخيرة. وأنا عايز أقول لكم حاجة غريبة يا جماعة، الديب ليرنينج، حتى الديب ليرنينج ابتدى العلم ده من سنة 1957، واللي على ما أعتقد على ما أذكر عمله عالم تمام اسمه فرانك روزنبنت. ورغم ان العلم ده موجود وانا راجل عجوز شويه، يعني انا درست العلم دوت في الجامعه سنه 1999، بس السؤال اللي كل الناس بتساله لي، طب يعني اشمعنى اخر 10 سنين تمام ابتدى العلم ده يزداد والناس كلها تتقرب منه ويبتدى نشوف له قيمه وابتدى نشوف له تطبيقات كتيره قوي؟ حاجتين اساسيتين ساهموا وساعدوا جدا في انتشار الماشين ليرنينج والديب ليرنينج بصفه خاصه الفتره اللي فاتت. اول حاجه تمام ان الداتا بقت كتيره ومتوفره جدا. يمكن احنا في الميت اب الثاني بتاع الاي دبليو اس بالعربي، اكيد احمد واكيد حضراتكم شفتوا الكونسبت بتاع البيج داتا، وقد ايه احنا بقى سهل جدا ان احنا نعمل داتا ليك، وان احنا نجيب داتا من السوشيال ميديا، من السيستمز، الداتا بيس سيستم بتاعتنا او الداتا وير هاوس، فبقى عندنا كم هائل كبير جدا من الداتا. الحاجه الثانيه ويمكن هتستغربوها هي الجي بي يو. الجي بي يو كارز ديت اللي الجيمينج سيستم هو اللي خلى الناس تروح تجري وتطورها تمام، اصبحت مهمه جدا في علم الماشين ليرنينج. احنا عندنا واحد من الجي بي يو كارز اللي بيركب على واحد من الاي سي 2 انستنس، اللي هي واحده من تخيل كده الفيرتشوال ماشينز اللي موجوده في اي دبليو اس، عنده تمام 1000 كور، 1000 بروسيسور، تخيل الرقم الكبير دوت. فبالتالي التريننج جوب اللي كانت بتاخد بالاسابيع دلوقتي ممكن تاخد وقت قليل. اتمنى ان انا اكون القصه اللي حكيتها لكم ديت قربت ليكم تعريف الماشين ليرنينج، ونبتدي نقرا بقى التعريف الايه الفورمال تمام. الارتفيشال انتليجنت هو علم كبير قوي تحت عبايته او تحت الامبريلا بتاع تحت الشمسيه بتاعته في حاجه اسمها الماشين ليرنينج، تحت الشمسيه بتاعه الماشين ليرنينج في حاجه اسمها الديب ليرنينج. الارتفيشال انتليجنت هو اي تكنيك بيحاكي ذكاء الانسان، اي تكنيك عايز احاول اخلي الماشين تمام تفكر زي الانسان وتوفر عليا مجهود. طيب الماشين ليرنينج هو جزء من الارتفيشال انتليجنت، وهي استخدام بعض الخوارزميات او الالجوريزمز اللي بتعتمد على الاحصائيات، تعتمد على تكنيك اسمه الديسيشن تري هنتكلم عليه، بتعتمد على البروبابيليتي تمام، او تعتمد على كونسبت اسمه الكلاسيفيكيشن او الكلاسترنج، علشان برضو تديني تخلي الماشين تبقى فيها نوع من انواع الذكاء. واخيرا ديب ليرنينج وهو محاكاه لمخ الانسان باستخدام كونسبت النيورال نتوركس، النيورونز اللي بتتكلم مع بعضها ونتكلم عليها بالتفصيل ديت. واغلب التطبيقات اللي بنستخدمها في الديب ليرنينج او في النيورال نتورك هي الكمبيوتر فيجن والناتشورال لانجويج بروسيسنج. هتقول لي يا محمد لسه الموضوع صعب، يعني حاسين برضو مش فاهمينه قوي. طيب انا هسهل لكم الموضوع، تعالوا نتكلم على real life use cases، والreal life use cases دي هتسهل كتير علينا تمام فهم تطبيقات الماشين ليرنينج. تعال نبتدي تمام ب كاستمرز ل AWS بيستخدموا ازاي الماشين ليرنينج. واحسن كاستمر تمام او احسن مثال نبتدي بيه هو الموقع بتاع amazon.com. برضو انا ما بحبش اقرا السلايس، تعال احكي لكم حكايه. اول ما انتقلت، يعني انا كنت قبل كده في بعيش في مكان، انتقلت في دبي تمام، فقررت ان انا اشتري الكتريكال سكوتر
علشان البيت بتاعي قريب من المكتب، فقلت خلاص اروح اشتري الكتريكال سكوتر. موضوع ظريف وسهل وجميل، والجو كان لسه شتاء وكان موضوع جميل جدا. فاشتريت الالكتريكال سكوتر دوت، هو عباره عن سكوتر بس ليه بطاريه، وتقدر ايه تستخدم البطاريه ديت بانه هو تمشيه بالكهرباء يعني. تمام. فبعدين اشتريته، وبعديها باسبوعين دخلت على الموقع بتاع امازون، لقيت سيكشن مكتوب ريكومنديشن او ما نقترح لك، او الحاجه اللي احنا حاسين انها تناسبك اكتر. جوه الريكومنديشن سيكشن دوت لقيت الخوذات اللي الناس بتلبسها لما يكون بيركبوا عجل او الكتريكال سكوتر. الحاجه الغريبه ان انا استغربت، هو ازاي موقع امازون قدر يعرف ان البرودكت دوت تمام هيناسبني، وان انا هكون مهتم بيه، حتى انا ما كنتش يعني عارف ولا فاهم ان القانون في دبي ان احنا لازم نلبس خوذه واحنا راكبين العجله او راكبين الالكتريكال سكوتر. ازاي موقع امازون قدر يفهم الكلام دوت؟ ده بالماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج اللي بتعمل الفانكشن دي بنسميها امازون بيرسونلايز. امازون بيرسونلايز هي ماشين ليرنينج كابابيليتي، او ماشين ليرنينج خدمة سيرفيس موجودة تمام من AWS، بتبص في كل التفاعلات اللي انت عملتها في الفترة اللي فاتت على الموقع، سواء عملت كليك او اشتريت او قلت لايك او حطيتها في الويش ليست، وياخد المعلومات دي ويحللها، وبعد فترة لما تيجي تدخل على الموقع تلاقي فيه جزء بيقول لك احنا دي البرودكتس او دي المنتجات اللي بنقترحها عليك، وتلاقي في حاجات ممكن اصلا انت ما كنتش تعرف عنها او ما كنتش واخد بالك منها. في كاستمر لينا او في عميل لينا انا هوت في دبي بيقول ان احنا زدنا 25% تفاعل مع العملاء بتاعتنا بعد ما استخدمنا البرسونالايز، لانهم ابتدوا يشوفوا منتجات جديده ومختلفه ما كانوش عارفينها، خاصة لو كان الموقع بتاعك بيقدم عدد كبير قوي من المنتجات. دي واحدة من الخدمات الماشين ليرنينج. تعال نشوف حاجة تانية. تمام. بعض من الكاستمرز كتيرة لينا تمام عندهم مشكلة في الدوكيمنتس كنترول، أو يجيلوا كمية دوكيمنتس كتيرة قوي، والدوكيمنتس ديت مفروض أن في حد حيبص عليها وبعدين يقرأ مثلا اسم المستخدم، عنوانه، ياخد المعلومات دي ويدخلها جوه داتابيز، أو ياخدها ويتأكد منها وبعدين يعمل عليها نوع من أنواع البروسيسنج أو الـ العمليات. طبعا الموضوع ده مجهد ومتعب جدا، بالذات لما يكون عندك تمام عملاء كتير وعندك ملفات كبيرة جدا. عندنا سيرفيس من امازون اسمها امازون تكستراكت. تمام. امازون تكستراكت مجرد ما انت تعمل تحمل الدوكيمنتس ديت، امازون تكستراكت يقدر يبص تمام على الدوكيمنتس، ويقدر يقرا الفول نيم، الاسم الكامل مثلا، او الفيرست نيم، اسم الاول مثلا، تمام، وياخد اسمه مثلا احمد، العيله سمير، تمام، ويحطها في المكان المناسب ليها في الداتابيز، طبعا باستخدام بعض الفانكشنز. تمام. حتى لو في عندك جدول ياخد الجدول ده ويقراه ويحطه. تمام. مثلا في مكان معين او فيلد معين مهم جدا محتاج تمام حد يراجعه. تمام. مثلا لو احنا امضى، او مثلا رقم معين، رقم شيك او حاجه زي كده، تمام، ممكن يبعت المعلومه ديت لشخص او مراجع يقدر يتاكد ان الرقم ده مظبوط وسليم. وفر كتير جدا على العملاء بتوعنا، وقلل المجهود اللي بيضطروا ان هم ياخدوا الورقيات يحولوها الى الكترونيك او ديجيتال داتا. هو مش بس او سي ار، لانه هو عنده الامكانيه انه يقرا جوه الجداول، عنده امكانيه انه يقرا ورقه مش مستويه او فيها مشاكل، عنده امكانيه انه ياخد معلومه مهمه يبعتها عند مراجع، المراجع ده يتاكد منها. ودي خدمه من خدمات الماشين ليرنينج اللي موجوده برضو في امازون اسمها امازون تكستراكت. طيب
تعال نتكلم على حاجة تانية. واحدة من الخدمات اللي كتير قوي من العملاء بتوعي هنا هو بيحبوها وبيستخدموها جدا جدا جدا، تمام؟ وفي كاسمر لينا أو عميل لينا ما موجود as a reference، مرجع ممكن ترجعوا له وتسمعوا القصة بتاعته، وأنا أسعدني أن أنا أحكي لكم قصته. الكاسمر دوت كان دايما عنده بيبيع أجهزة التليفون المحمول وبيبعتها لأماكن بعيدة جدا. فتخيل مثلا أن أنا لو المنطقة اللي هبعت فيها أجهزة التليفونات المحمول ديت، تمام، مفروض أنه إحنا متوقعين أن إحنا نشتري أو الناس تشتري 100 قطعة تليفون، وأنا بعت عدد قليل أو عدد كبير، تمام. لو بعت عدد قليل فأنا خسرت، تمام، ديل كان في مفروض حد هيشتري مني، وبعدين جيت أنا قلت له أنا آسف والله ما عندناش التليفون ده. أو بعت كمية كبيرة جدا والأماكن اللي بيبعتوا فيها ديت كان بنسميها offshore، يعني في البحر وفي الصحراء، ويعني أماكن، تمام، الوصول ليها صعب، مع أن أجهزة التليفونات دي أجهزة حساسة ممكن تتعرض للسرقة وممكن تتعرض لأنها تتكسر أو تضيع، تمام. فكان العميل بتاعنا ده عنده مشكلة كبيرة جدا أنه يتأكد أن كمية الأجهزة اللي هتروح في المكان دوت هتروح بالضبط على قد العدد المتوقع هيبيعه قد إيه. وكانوا دايما يعني بيعملوا الموضوع دوت باستخدام الجداول وباستخدام يعني التخيل أو تقريبا إحنا هنبيع قد إيه، يعني ما كانش فيه حاجة فيها نوع من أنواع العلم علشان يحددوا كم ايتمز هيتباع او كم تليفون هيتباع. امازون فوركاست، تمام، هي طريقه، تمام، علشان باستخدام المعلومات بتاعه المبيعات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت وانواع التليفونات والتليفون دوت اللايف سايكل بتاعته، يعني التليفون مثلا الايفون دوت في جديد ولا قديم ولا لسه نص نص، امكانيه التليفون، لونه وشكله، مدخل المعلومات دي كلها، تمام، وفي الجوريزمز بتشتغل وتطلع لنا تقول لنا المنطقه دي هيتباع فيها قد ايه من التليفونات والمنطقة دي هيتباع فيها قد ايه من التليفونات. وانا اول ما ابتديت المشروع ده ما كنتش متخيل ان الدقة، تمام، او ان احنا هنقدر نجيب فعلا accurate numbers او معلومات دقيقة جدا. بصراحة بعد ما شغلنا الالجوريزم ودخلنا له المعلومات المناسبة نسبة الدقة وصلت لغاية 99%، وكنا منبهرين جدا بامكانية الامازون فوركاست. بيستخدم algorithms كتيرة ان شاء الله بإذن الله في يوم او في سيشن هنتكلم على algorithms ديت، منها البروفيت او منها الديب اي ار، واخيرا امازون عملت امازون ويب سيرفيس عملت الجوريزم جديد اسمه ام كيو سي ان ان. الالجوريزم دي تقدر تتنبأ بنسبه وبدقه عاليه جدا كم ايتم هيتباع او كم برودكت هيتباع. واحد من السيرفيسز اللي بتشتغل على الماشين ليرنينج اللي موجوده من امازون، وواحده من السيرفيس اللي انا بحبها جدا وكاستمر كتير قوي بيستخدموها. طيب ايه تاني؟ في عندنا برضو سيرفيس اسمها امازون ترانسليت و امازون كومبريهند، ودي واحده من السيرفيسز الجميله جدا 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 اللي انا بحبها. الامازون كومبريهند هي القدره على ان احنا نقدر نعرف مزاج العميل اللي بيكتب فيدباك او بيكتب تعليق على المنتج بتاعنا، بنسميها اوكي انسنتمنت اناليسيس، تمام. يعني مثلا انا عندي موقع ويب سايت، تمام، والناس بتشتري مني والناس عمالة تكتب تعليقات، او مثلا انا مطعم والناس بتكتب تعليقات عندي، سواء التعليقات دي موجودة على السوشيال ميديا أو على الويب سايت بتاعي. طيب، والناس عمالة
تشكر في برودكت او في حاجة معينة عندي وانا مش حاسس، او الناس بتشتكي تمام في برودكت او منتج وانا مش عارف. يعني انا اتذكر ان كان فيه هنا هو مطعم كبير جدا، وكانت الناس دايما تشكر في الكواليتي وفي الخدمات بتاعته. فجأة حصل شيء كده هو مش عارف ايه اللي حصل، والناس ابتدت تشكو من ان الكواليتي بقت ضعيفة وان الـ 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 الاكل ما بقاش كويس، وهو مش عارف على السوشيال ميديا. تمام، لما خدنا المعلومات ديت وحطيناها على كومبريهند ابتدى يعمل اناليسز وابتدى يطلع المشكلة فين، وابتدى ينبههم بيقول لهم من الحاجات الظريفة جدا ننبيهم، قال لهم على فكرة تمام ان نوع القهوة اللي انتوا بتستخدموه دلوقتي او اللي انتوا استخدمتوه من بداية شهر مثلا اغسطس تمام مختلف، والناس ابتدت تشتكي ان نوع القهوة دوت مش بنفس الجودة بتاع نوع القهوة اللي انتوا بتستخدموه قبل كده. ورجع صاحب المحل قال لنا فعلا احنا غيرنا في البراند بتاع القهوة، ومش عارفين يمكن البراند ده ما كانش كويس، هنرجع تاني للبراند القديم. حمى السمعة بتاعته ورجع الكاستمر بتوعه بسيرفيس ظريفة جدا. امازون كومبريهند برضو واحدة من الحاجات السيرفيس الموجودة عندنا. ممكن حد من الشباب يقول لي يا محمد انت عملت حكي لنا قصص غير اللي موجودة في السلايد. انا قاصد اعمل كده. ليه؟ لان السلايد هتكون معاك وانت هتقراها، بس انا عايز احكي لك قصص حصلت عندنا في المنطقة بتاعتنا وفي الريجون بتاعتنا علشان تحس بقد ايه الناس ابتدت تستخدم بتستخدم المشين ليرنينج وتستخدمها استخدامات عظيمة جدا، يا اما تزود الدخل بتاعها تجذب عملاء كتيرة ليها، يا اما تمام تحمي البراند بتاعها او السمعة بتاعتها. طيب اخر حاجة وبعدين مش هنقضي طول اليوم سلايدز اكيد طبعا، يعني عايزين نعمل حاجة كده هو، فناخد اخر حاجة تمام وبعدين نعمل شوية سلايدز ونعمل شوية لابس او نعمل شوية تيستينج للسيرفيس اللي احنا حكينا عليها ديت. اخر حاجة احب اشاركه، في اي سوليوشن اركتكت بيخش امازون بيبقى في فترة تدريب وبيعمل في الاخر مشروع تمام. فاحد احد زمايلي تمام عمل مشروع جميل جدا الا وهو انه يساعد الناس اللي ما بتقدرش تسمع او عندها مشكله في السمع انها تشتغل في المطاعم وتشتغل في الكافي شوبس مثلا. فعمل فكره جميله جدا ان عمل ابلكيشن لما اي واحد يدخل المحل مثلا يقول انا عايز لاتيه او عايز فلات وايت او عايز وات ايفر، يعني عايز اي حاجه تمام. فالابلكيشن دوت تمام شغال على تابلت، واول ما انا ادخل اقول له السلام عليكم لو سمحت عايز سكيني لاتيه مثلا، الكلام ده يتحول او الابلكيشن يسمع الكلام ويتحول الى كلام مكتوب تمام باللغه تمام اللي الراجل ده يفهمها. حتى لو كان مثلا الراجل بيتكلم مثلا اسباني والراجل بيفهم انجليزي هياخد الكلام ده وبعدين يعمل له ترانسليشن يترجمه باللغه اللي يفهمها الشخص دوت. طيب انا مثلا عايز، انا واحد من الناس اللي ما بتسمعش تمام وقريت الرساله بس عايز اساله سؤال، عايز اساله مثلا طيب انت تحب اللاتيه بتاعك ميديوم ولا حجم وسط ولا حجم كبير تمام. فممكن اكتب على الابلكيشن، وبعد ما اكتب على الابلكيشن الابلكيشن يحول الكلام بتاعي لصوت، الصوت دوت يسمعه الراجل يقول له انت عايز القهوه بتاعتك ميديوم ولا سمول، فالراجل يرد عليه. كل دي سيرفيسز شغاله مع بعضها. امازون بولي هو سيرفيس موجوده من اي دبليو اس بتحول الكلام لصوت. امازون ترانسكرايب هو سيرفيس موجوده من اي دبليو اس بتحول الصوت لكلام، يعني واحده بتحول الكلام لصوت والثانيه بتحول اوكي الصوت لكلام. وطبعا ممكن تعمل لها انتجريشن مع الترانزليشن سيرفيس از ويل عشان تقدر تترجم ما بين لغه للغه. طيب كفايه سلايدز، ايه رايكم نعمل شويه لابس عشان يعني تحسوا فعلا بالسيرفيس ديت تمام. طيب انا عندي الاكونت بتاعي بتاع حصل له اكسباير، معلش نخش تاني عليه.
بيرنر اكاونت. انا عملت اكاونت مخصوص علشان نعمل بيه اللابس ديت. اي واحد فينا يقدر تمام يعمل يساين اب فور اي دبليو اس اكاونت تمام. عندك سنه فري لبعض السيرفيس تمام. والموضوع سهل قوي, كل اللي محتاجه انت مثلا روح على جوجل تمام واكتب هنا اهوت تمام اي دبليو اس كونسول. اول ما هتطلع لك اول صفحه تمام, او اول اسف نتيجه في السيرش بتاعك. اول ما تخش هنا اهوت تمام كرييت ا فري اكاونت ودخل شويه بيانات, وبعد ما تدخل البيانات ديت بيتعمل لك اكاونت, والاكاونت دوت ممكن تقدر تستخدمه. وانا بعد اذنكم وبعد اذن حضراتكم عايزكم تعملوا اكاونت النهارده, لان اللابس اللي هديها لكم محتاجه ان انتم تستخدموا الاكاونتس بتاعنا تمام. انا دخلت على الاكاونت بتاعي تمام, وهنبتدي نعمل ايه شويه نلعب بالماشين ليرنينج سيرفيسز الموجوده عندنا. هتلاقيها تحت كلمه تمام ماشين ليرنينج نوت, يعني تحت ماشين ليرنينج هتلاقي كل الماشين ليرنينج سيرفيسز تمام اللي انا اتكلمت عليها او اتكلمت على اغلبها تمام. هنستخدم اول واحده فيهم تمام الامازون ريكوجنيشن تمام. الامازون ريكوجنيشن ده بيريكوجنايز الاوبجكت جوه الصور, ويريكوجنايز المشاهير, ريكوجنايز تعابير الوجه, ريكوجنايز الشخص ده مثلا عنده كام سنه, ريكوجنايز اذا كان الصوره دي فيها حاجه مش كويسه تمام. يعني كان في عندي بعض العملاء بيسمحوا او بنك بيسمح للعملاء بتاعته ان هم يعملوا ابلود للصور بتاعتهم, فكان طالب انه اي حد يابلود صوره ما فيها محتوى مش مناسب لثقافتنا ولا عاداتنا انه الصوره ديت ايه تتمنع تمام. عملناها بالامازون ريكوجنيشن. تعالوا نلعب شويه كده نتفرج على الامازون ريكوجنيشن تمام. اول حاجه تعالوا نشوف ايه صورة الايه مشاهير تمام. طبعا ده جيف بيزوس كلنا عارفينه, بس انا ايه هعمل لكم مفاجأة النهاردة. ايه رأيكم نشوف اذا كان الامازون ريكوجنيشن هيعرف الراجل ده؟ اكيد كلكم ما تعرفوش مين دوت. هنشوف اذا كان هيقدر يعرفه ولا لا. اعتقد ان هو بيلعب دلوقتي تمام. انا حملت الصوره الماتش وقاعدين معاك ممتاز. طيب هو دلوقتي بيحلل الصوره تمام ماشي, وبعدين هنشوف هيعمل ايه. طلع لنا قال لنا ان الراجل ده ابو صلاح تمام. طيب الاحلى من كده ايه رايكم بقى ابو صلاح بعد ما حلق تمام, هنشوف برضو هيعرفوا ولا لا. يعني انا بصراحه برضو اول مره كده علقت هو ده صلاح ولا لا, بس ايه ما عرفتش ايه اللي بيحصل في الباك جراوند. بيحصل في الباك جراوند تمام ان في الجوريزم بيشتغل على حاجه اسمها سي ان ان كونفولوشنال نيورال نتورك, بيبتدي يديتكت تمام الـ 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 الصوره, ويبتدي يعرف او يقارنها بلستة بالمشاهير اللي ايه اللي موجوده. طب تعالوا اكتر من كده, تعالوا نعمل فيس كومباريزون. يعني هقول لك حاجه تمام, ايه رايك نحمل صوره صلاح هنا ماشي, ونحمل معاها صوره مين الفريق بتاع ليفربول كله, وهنشوفه هيقدر يجيب لنا صلاح ولا لا تمام. هنا صلاح وهنا صوره تمام اوكي الفريق بتاع ليفربول, اكيد انتوا كلكم عارفينه طبعا ماشي, وهيبتدي يقارن اهوت تمام صوره صلاح بصوره الفريق كله, وهيقول لنا هو فين تمام. فده اسمها فيس كومباريزون. يعني مثلا انت عندك صوره فيها ناس كتيره قوي, وعند تطلع شخص موجود جوه الصوره ديت نقدر نطلعها. الكلام دوت يقدر ينفع كمان يشتغل على الفيديو او يشتغل على الايه الصور. طيب استخدامات الموضوع ده في ايه؟ استخدامات الموضوع دوت تمام زي ما قلت لحضراتكم انه الموبايل بتاعك لو عندك اغلب الموبايلات الجديده سواء الايفون ولا سامسونج ولا غيرها بتستخدم اوكي الايمج ريكوجنيشن دي عشان تعرف تمام صورتك وتعرف
تمام؟ إذا كنت أنت صاحب الموبايل ولا لأ، ممكن نستخدم الكلام دوت علشان لما نيجي نبعت أي صورة نعرف الأوبجكتس اللي جواها. هتقولي طب هستفيد ايه ان انا اعرف الاوبجكتس اللي جواها عشان اتونيمس درايفنج مثلا؟ انت دلوقتي لو ما انت هتيجي تبعت تمام او خلي العربيه تسوق لوحدها، اهو هنا اهوت تمام، ادي صلاح اهو تمام، وابتدى يطلع صوره صلاح هنا اهو، وده مش صلاح، ده اعتقد الجون بتاعهم مش حافظ اساميهم، ودول بقيه الفريق يعني تمام. وممكن كمان نعمل physical analysis. طيب ايه رأيكم مثلا نحط ايه، نحط صورة للراجل الراجل ده تمام، واحد اداني صورة دي قال لي الراجل دوت الراجل دوت اي اتفضل فن الله يكرمك. هو بس الشباب لو في حد عنده استفسار عشان بيبعته في الشات او عنده سؤال على حاجة ممكن يعني يعمل raise hand ويتفضل يفتح المايك يعني، بس لان انا صراحه مش شايف الشات فسامحوني، لكن لو حد عنده اي سؤال يقدر يقول. طيب مثلا الراجل ده اسمه اعتقد توم كروز تمام. المهم مش مشكلتنا دلوقتي ان هو توم كروز، بس هو هنا هو ديتكت ان هو راجل تمام، السن بتاعه من 31 ل 47 سنه، اعتقد ان هو يعني في اواخر الاربعينات تمام. الاكسبريشن بتاعه سمايلينج ان هو مبسوط. ممكن كمان نشوف هنا هو عينه مفتوحه تمام، بقه مفتوح تمام. ممكن كمان تمام ايمج مودريشن، يعني مثلا لو انا عندي كونتنت، الكونتنت ايمج مودريشن يعني عايزين نقول ان الكونتنت دوت مناسب ولا لا، يعني مثلا الكونتنت ده كونتنت مناسب فالريزلت بتاعتنا مش هيكون فيها اي حاجه تمام. في كونتنت تاني مثلا مش هنعرضه بس هنحطه يعمل له اناليسز، الكونتنت دوت بيقول لي مثلا ان دوت اوكي حد لابس المايوه، فلو بالنسبه لي او في ثقافتي او عندنا ان الصوره حد لابس مايو مثلا ما ينفعش، يبقى في الحاله ديت مش هسمح بان الصوره دي يحصل لها ايه ابلود. نفس الكلام لو انا عايز اطلع الـ 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 الكلام المكتوب جوه الصوره، يعني كان في كيس عندنا بدون دخول في التفاصيل مين اللي طالبها انه يقرا الارقام اللي على لوحه العربيه تمام وهو ماشي. اتفضل فين؟ لا اسم عنده سؤال تفضل. اي تفضل تفضل اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا وسهلا. اهلا بيك. وانا شايف ان حضرتك بتستخدم انترفيس بس انا مش عارف ازاي ده ممكن يبقى انتجريتد مع الكود، ده اول حاجه. يا سلام سؤال، معلش اسم حضرتك ايه؟ هيثم السعيد. هيثم سؤالك جميل جدا تمام. عادة يا أحمد إحنا لازم ندي هيثم 100 virtual dollar مش real dollar لأنه أنا سؤال حلو. طب اسمع السؤال الثاني يمكن يبقى 1000 دولار ولا حاجة. لا بس خلي بالك virtual يعني إحنا ما بنديش real. ما أنا ما عنديش مشكلة 1000 virtual برضه. طيب قول. هو السؤال الثاني بقى هو لازم أستخدم AWS علشان أعمل الكلام ده ولا أنا ممكن أنا أبيلد ماي أون موديل مثلا علشان اقدر اعمل حاجه زي كده؟ طيب اول حاجه تمام احنا بنوريكم الكلام ده عشان نحفزكم انتوا تبنوا المودلز بتاعتكم. احنا هنيجي ان شاء الله يا هيثم بعد تقريبا ربع ساعه كده هنتكلم ان احنا في نوعين تمام. هيثم لما انت تكون جعان تمام، في يوم مثلا تكون جعان وتكون انت مكسل تعمل اكل او تطبخ او جماعه عندكم كاسين وهم يعملوا اكل، فانت تعمل ايه؟ بتعمل تكلم المطعم وتقول له ادينا ابعت لنا واحد بيتزا مثلا، صح الكلام؟ هي دي نفس الفكره هنا في السيرفيس ديت. السيرفيسز ديت تمام انت عايز تاخد ماشين ليرنينج سيرفيس بس انت ما عندكش الوقت انك تبيلد الموديل بتاعك وتعمل كل حاجه تمام، فتستخدم اللي بنسميها الهاي اند ماشين ليرنينج سيرفيسز اللي احنا شايفينها قصادنا ديت اللي هي واحده منها ريكوجنيشن والكومبريهند وهكذا. طيب احنا عندي وقت بقى وانا عايز اعمل الحاجه بتاعتي، منها ان انا بتعلم ومنها ان انا اعمل حاجه ديديكيتد ليا او فيها تفاصيل مش موجوده هنا اهوت. ده هدف السيشنز بتاعتنا، انا مش جاي هنا اهوت عشان اعمل لكم ابلود للسبيكتشرز وتشوفوها، انا بس الجزء ده بحمسكم كده عشان تبقوا عندكم الشجاعه وعندكم الحب ان انتوا تشتغلوا في الماشين ليرنينج. لكن الهدف بتاعنا ان احنا هنبني كل حاجه بايدينا، وده ان شاء الله هيكون في الجزء الثاني من البرزنتيشن النهارده، وبعد كده ان كان
فيه نصيب انا وزمايلي هنكمل معاك ونبتدي نبني بروجكتس كبيره ان شاء الله مع بعض. تمام، نرجع للسؤال الاولاني. طيب انا عايز احط الكلام ده بتاعي في الكود. ادي يا سيدي داونلود الاس دي كي، الاس دي كي اللي هي سوفت وير ديفلوبمنت كيت، وكل اللي انت محتاجه تمام انك تعمل اي بي اي كول للسيرفيس ديت. الاي بي اي كول ديت للريكوجنيشن للكومبريهند. تمام، مش محتاج تستخدم خالص الجي او اي. ولو انت حابب ان احنا نتكلم في التفاصيل ده ممكن نعمل سيشن مخصوصه للموضوع دوت، هاو تو امبيد، هاو تو اد الكود بتاعك دوت، how to add الـ API calls جوه الكود بتاعك. تمام، وي سبورت بايثون وجافا ونود جي اس. هيثم، اي اسئله تانية؟ لا تمام، كتر الف خيرك. تمام، حد عنده اسئله تانية شباب لما نستكمل من فونز؟ ماشي. طيب ايه رايكم نعمل كمان سيرفيس تانية ونخش على الجزء بقى التقيل اللي هو ازاي نبني الموديل بتاعنا؟ سؤال تاني اتفضل. لا اتفضل، اهلا وسهلا، اتفضل. شلون صديق؟ اتفضل. شلون عديب؟ عزيب؟ الو، مرحبا. اهلا وسهلا، اتفضل. يعطيك العافيه مهندس، اهلا بك فن. حابب اسالك شو مدى تاثر خدمات اي دبليو اس بجوجل بالسيرش انجن، كونه most of results بتطلع عن طريق الجوجل، فهل في اتفاقيات ما بين الشركتين بتمرير الداتا لنا نحكي؟ طيب احنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا. تمام، الداتا بتاعة الكاسمرز بتاعتنا تمام ما بتطلعش لأي حد، سواء لأمازون أو غير أمازون تمام، او حتى كاستمر تاني جوه امازون. يعني مثلا زي ما حضرتك تفضلت، مثلا انت عندك شركه، الشركه اسمها اكس وليها بتستخدم خدمات امازون، المعلومات بتاعتك مشفره على امازون ومفتاح التشفير بايدك انت وبتتحكم فيه تمام. لا امازون ولا غير امازون ولا عميل جوه امازون ولا جوجل ولا اي حد بيشوف الداتا بتاعتك ولا بيحصل شيرينج ولا اي شيء من الحاجات ديت. طيب هتيجي تقول لي والله يا محمد انا عايز اجيب المعلومات اللي بتيجي على فيسبوك وبتيجي على تويتر وبتيجي على whatever يعني الخاصة بالشركة بتاعتي. يعني أنا مثلا يعني للتسهيل فاتح كافيه مشهور والناس ابتدت تكتب على الكافيه بتاعي وتعلق عنه، وعايز أخد المعلومات دي أحطها جوه الداتا ليك بتاعت أمازون أو أعمل عليها نوع من أنواع الـ incentment، نشوف رأي الكاستمر عنده إيه. تمام، فإحنا بنقول لحضرتك يعني هات لنا المعلومات دي. هات لنا المعلومات دي ازاي؟ ان الشركات دي عادة بيبقى في اتفاقيات معاها ان انت ممكن يبعتوا لك كل ما يرد عن المطعم او المقهى بتاعك، وناخد المعلومات دي تمام ونعمل زي ورك فلو، اوتوميتد ورك فلو، طريقه سهله ان احنا ناخد المعلومات دي ندخلها على السيرفيس بتاعتنا ونعمل عليها العمليات المطلوبه ونطلع لك النتيجه. تمام، ولكن لازم في الاخر انت تشترك مع الشركات ديت وتتواصل معاهم علشان تقدر تاخد المعلومات دي، خاصه زي فيسبوك وزي تويتر بيبيعوا الخدمات ديت. تمام، ولكن المختصر المفيد كامازون نحن لا نشارك أي معلومة نهائياً تخص أحد عملائنا تمام اللي بيستخدموا الخدمات بتاعتنا مع أي شخص، مع أي مؤسسة، مع أي كائن تمام، إلا طبعاً لو حضرتك طلبت كده تمام، فده ما فيش مشاكل فيه. في سؤال أخير ما بس قبل ما حضرتك تفضل. محمد بدر تفضل. محمد، سامعيني كده؟ طيب ايوه اتفضل. انا عندي النهارده في اوراكل اي ار بي عامل فول انتجريشن في الحته ديت ريكوجنايزيشن، ان اي انفويس بيجي لي من عند السبلاير عن طريق الميل بدخلها على طول كانفويس، بكريت لها انفويس في اوراكل.
تمام تمام فن تمام عن طريق عن طريق طبعا سيرفيسز في اوراكل بس ممتاز. بس طبعا في شويه مشاكل ان ما فيش عربي, ما مش سبورتد العربي. تمام يعني دي اول حاجه, فانا عاوز اسال هنا هل هي سبورت العربي ولا لا, زائد لو في اي شخبطه على الرقم مثلا او اي حاجه خلاص ما بيقراهوش, فهل لو في شخبطه برضو هنا بيقراه عادي من غير مشاكل ولا لا؟ طيب تعال نشوف صوره كده عليها شخبطه. العربي موجود في بعض السيرفيسز محمد, وبعض السيرفيس لسه مش موجود فيها. يعني مثلا خدمه الترانزليت, تمام, الترجمه العربي عربي موجود فيها. البولي, تمام, حد كان بيسال على البولي؟ لا لا انا بقول يعني بولي موجود فيها. تمام التكست تراك, تمام, لسه احنا كنا عاملين ميتنج وقريب واحنا طلبنا التكست تراك للعربي يكون موجود, و اتس ان رود ماب. امتى بالظبط مش هقدر او مش عارف بالظبط امتى هيكون متوفر. السيرفيسز اللي هي بتاعت الناتشورال لانجويج بروسيسنج, تمام, موجوده على الويب سايت. هبعت لكم لينكس وهبعت لكم كل سيرفيس بتسبورت العربي ولا لا, ولو مش بتسبورت العربي هل هي في الرود ماب جايه ولا لا. تمام بالنسبه للشخبطه اللي على الكلام, تمام, يعني مثلا تعالى ايه هخليني اعمل لاب دلوقتي, هجيب صوره عليها شخبطه كده ونحاول نشوف اذا كان هيقدر يعمل ديتكت للصوره ديت ولا لا. هي بيقدر, تمام, في اللغات اللي سبورتد, يعني دلوقتي الانجليش حتى لو الورقه مكرمشه او الورقه عليها شخبطه, تمام, ات سبورتد. هني كان تكستراكت الاوتبوت ما عندوش مشكله خالص. ومحمد انا عايزك تجرب الكلام ده, يعني انا ما تاخدش كلامي يعني كده ان شاء الله هو صدق يعني, بس عايزك تروح تجربه. ازاي؟ ادي السيرفيس اهي, تمام, ومنتهى البساطه كده اهوت. يا اما تستخدم, انت عايز تستخدم ريكوجنيشن او عايز تستخدم تكستراكت. تكستراكت ميزته ان هو هياخد المعلومه ممكن يحطها لك في الفورمات اللي انت عايزه. اتس ا باورفول او سي ار. لو احنا يعني عايزين نتكلم, دوس على تكستراكت, ابلود الدوكيومنتس. لو الدوكيومنتس باللغه الانجليزيه, حتى لو مكرمشه, حتى لو مقلوبه, حتى لو عليها شخبطه, هيقدر يطلع المعلومه منها. تمام, ان شاء الله تكستراكت سبورت عربي قريب. تمام, دلوقتي التكستراكت مش بيسبورت العربي. تمام, طيب تعالوا نعمل سيرفيس تانية. ايه رايكم ناخد الكومبريهند؟ يعني تعالوا مثلا نروح على امازون, تمام, ومثلا ايه نشوف اي تعليق من التعليقات بتاعت امازون. مثلا انا اشتريت لبنتي الشنطه دي من قريب, وبعدين هنشوف ناخد اي واحد من الكومنتس اللي موجوده في امازون. اي حد كاتب كومنتس مثلا, ناخد بس حاجه صغيره, تمام, علشان الوقت. ناخد تعليق كويس وتعليق وحش. واضح ان الشنطه ديت فيها في ناس مبسوطة منها وناس مش مبسوطة منها. ناخد التعليق ده, تعالوا نشوف مع بعض شباب, ناخد comprehend services اللي اسمها comprehend, تمام, ونحلل التعليق ده. يعني نحلل التعليق ده, يعني نشوف الناس المود بتاعها كان ايه. ماشي, وناخد نحط التعليق ده هنا. طبعا زي ما قلت لهيثم ان كل الكلام ده ممكن يبقى عبارة عن API. يعني احنا في مشروع بعمله مع شباب متدربين معانا, بيروحوا ياخدوا الاخبار من نيوز فيد ويستخدموا كومبريهند ديتكتور لانجويج. كومبريهند على فكره يا محمد بيسبورت عربي برضو, تمام, وياخدوا النيوز ويبعتوها للكومبريهند, وكومبريهند يعمل لها اناليسيس. تعال نشوف هنعمل اناليسيس هنا اهو. هيقول لي الكي فريزز, هيقسم المقال ده لجمل. كي فريزز ماي دوتر, باك باك, مش مهم قوي عندنا. اللغه هي لغه انجليزيه.
السنتمنت او التحليل انه بوزيتيف بنسبه 99%. وفعلا لو قريتوا التحليل ان هو ماي دوتر بوت ذا باك باك مش بتتكلم انها كانت خايفه انها مش اوريجينال بس اكتشفت ان الكواليتي بتاعتها ممتازه جدا وحتى هنا بتقول ايه excellent to travel the color is fine whatever okay فهنا a very positive ايه okay and sentiment. وبالتالي صاحب العمل ممكن يعرف انه هنا والله في تعليق جيد جاي عن الموضوع. تعال ناخد تعليق سيء عن بس ناخد حاجه صغيره اوكي ناخد الراجل اللي زعلان ده وبيقول ان الايه اوكي اخد انالايز هنلاقي هنا هوت برضو كي فريزز اللانجويج والسنتمنت هنلاقيه 99% نيجاتيف سنتمنتس وفعلا هو الراجل زعلان لانه بيقول ان الماتيريال ما كانتش كويسه وانها مش مناسبه لان حد يلبسها وهكذا. طيب علشان الوقت شباب انا الهدف كان من الموضوع دوت انه ازاي نعمل لو في لينك او حاجه ممكن نشيره على الجروب. ما ان شاء الله هبعت لهم الشباب اللينك بس انا بحاول ان انا اجيب البرزنتيشن بتاعتي تمام عشان عندي شاشتين فهي يمكن الموضوع ده الحمد لله. طيب الهدف من الجزء اللي فات من البرزنتيشن دوت ايه؟ الهدف منه ان احنا نوريكم شويه تطبيقات للماشين ليرنينج، نوريكم بعض السيرفيس اللي عاملاها امازون ويب سيرفيس علشان عملاء كتير قوي يستخدموها. طبعا انا قلت منهم 2 أو 3 تمام، ولكن هم تقريبا اكتر من 8 أو 9 سيرفيسز منها البيرسوناليز والفوركاست. ولكن نرجع للسؤال اللي قاله هيثم قال ماشي الكلام ده حلو بس انا جاي هنا هو عايز ابني انا الحاجه بنفسي تمام، عندي فكره تمام، واحنا هندي التاسك لهيثم ان شاء الله انه يدينا فكره في اخر اليوم او مثلا المره الجايه يدينا بروجكت لماشين ليرنينج تمام علشان ناخده من الاول ونبتدي نتكلم فيه خطوه خطوه على الماشين ليرنينج بروسيس. وبالتالي ده هو الجزء الجاي او الجزء الثاني من البرزنتيشن بتاعتي الا وهي الماشين ليرنينج بروسيس. لما احنا بنروح نقابل حد من العملاء بتوعنا اللي عنده requirement to implement a machine learning عايز يعمل machine learning تمام، أول حاجة تمام نتأكد إن المشكلة دي فعلا تتحل بالماشين ليرنينج. يعني أديكم مثال تمام، واحد من العملاء بتاعنا عنده مشكلة في إنه في الداتا بتاعته مش سليمة، فبعد ما احنا اتناقشنا معاه اكتشفنا الموضوع ده مش موضوع ماشين ليرنينج، المشكله انه السيستم اللي بيحط الداتا او يدخل الداتا فيه قصور فيه مشكله، ولو حلينا المشكله دي خلاص الداتا بتاعته هتخش بطريقه سليمه وما عندوش مشكله خالص ومش محتاج ماشين ليرنينج. يعني مش كل حاجه في الدنيا ماشين ليرنينج. في عميل تاني عنده نفس المشكله بس هي مشكلته ايه؟ مشكلته انه في حد تمام بيعمل حاجة غلط تمام، والحاجة الغلط ديت تمام عايزين نعرفها. يعني مثلا تمام في شركة بتبيع المنتجات ديت تمام تمنها رقم معين مثلا هنقول 100 ريال مثلا او 100 درهم، شخص ما تمام بيبيع المنتج دوت ب 120 تمام، وبيكتب الفاتورة ب100 تمام، وبيدخلها على السيستم وبياخد هو 120، واحنا عايزين نبتدي نتتبع الإجراءات اللي ماشية في السيستم واحدة واحدة علشان نعرف الأنومالي الحاجة الغلط بتحصل ازاي تمام. مثلا شركة من شركات التأمين تمام، وفي حد بيستخدم التأمين بطريقة غلط
تمام، عايزين نكتشف الشخص دوت. دي احد الكيسز بتاعت الانومالي ديتكشن. مثلا كيس تانية، عندي شركه اتصالات مثلا، شركات اتصال، مش شركه اتصال، مش الشركه اللي اسمها اتصالات، شركات الاتصالات بصفه عامه، تمام، عايزين يعرفوا مين العملاء اللي هيفضلوا معاهم ومين العملاء اللي احتمال يسيبوهم، علشان اول ما يعرف العميل اللي احتمال يسيبه يلحقوا يديله بروموشن، يديله حاجه تخليه يقعد معاه. دي كيس بنسميها تشارن بريدكشن، تمام، وهي ان احنا نتنبأ بمين الناس اللي ايه هيمشوا ويسيبونا، تمام. It's a machine learning case، تمام. فهيثم لو هو سمعني لازم هيجيب لنا اكيد ان شاء الله كيس نتكلم عليها او نشوفها اذا كنا نستخدمها ان شاء الله المره الجايه، او لو عايز يقول لنا النهارده. انا اكيد ان شاء الله هجيب لك حاجه، ده خصوصا ان انت وانت بتسالني محمد صلاح جاب جون يعني. ف طب خلاص، لا ده كده ده كده خبر كويس جدا. وشنا حلو على ابو صلاح. طيب ايه هي الـ ML process بقى؟ اول حاجه، تمام، بعد ما حددنا ان الكيس ديت تمام تنفع تتعمل ماشين ليرنينج، اهم حاجه في موضوع الماشين ليرنينج يكون عندي داتا، ابتدي اجمع الداتا. طيب بعدين ساعات محتاج ان انا اعمل داتا انتجريشن. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا تمام محتاج اجيب المعلومه من السي ار ام سيستم مثلا، محتاج اجيب معلومه من الداتا ليك بتاعتي، محتاج اجمع المعلومات مع بعض، تمام. بعد كده الخطوه الخطيره جدا جدا اللي ناس كتيره قوي بتقلل من قيمتها، وانا صراحه بحس انها اهم خطوه في الماشين ليرنينج، وتسمع كلام الناس الخبراء بتوع الماشين ليرنينج يقول لك داتا اوكي سلايسنج، اوكي داتا مساج، اوكي ايه الكلام دوت. اخد الداتا بتاعتي وابتدي ابص فيها، ممكن الاقي في الداتا بتاعتي حاجات غلط خالص. يعني مثلا ترانزاكشن حصلت سنه 2024، واحنا لسه ما جيناش 2024، ربنا يديكوا طول العمر وتيجوا 2024. طيب الداتا دي غلط، يبقى لازم تتشال. واحد، حاطط داتا غلط، تمام ماشي، او نشوف السبب ليه الداتا دي غلط ونصلحها. او يجي لي داتا اغلبها كله زيروز، ما فيش حاجه فيها، طيب استفيد بيها ايه؟ او الداتا مثلا فيها جزء منها زيروز، وعلى فكره ان لو جزء منها زيروز ديت يا اما حاجه بالنسبه لنا في الماشين ليرنينج حاجه وحشه، يا اما اشيلها خالص، يا اما اعمل حاجه اسمها امبيوت للديتا. يعني ايه امبيوت؟ اعرف الداتا دي ممكن تكون قيمتها ازاي، ان انا اجيب الافريج مثلا، او ان انا اجيب حاجه اسمها المين فانكشن بتاعتها. طيب بعد ما عملت الكلام دوت يجي مرحله اسمها الداتا انجينيرنج، برضو مرحله مهمه جدا. ايه مرحله الداتا انجينيرنج؟ تخيل مثلا كده اهوت، انا عايز اعلم ابني الصغير انه دي قطه ودي كلب مثلا، ماشي، ورحت انا مديته 100 صوره للقطط وصوره واحده للكلب مثلا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الولد هيتعلم شكل القطه كويس جدا، وشكل الكلب ده ممكن يكون نسيه. الماشين ليرنينج نفس الكلام، لو انا جيت مثلا اديته داتا على الموضوع التشارن بريدكشن او العملاء اللي هيسيبونا، اديته 99% من الداتا بتاعتي على ناس مبسوطه وهتفضل قاعده معانا على طول، و1% بس على الناس هيسيبونا، فالماشين ليرنينج اوتوماتيكالي كده اهوت هتبتدي تتعلم ان تقريبا كل الناس حلوه وكل الناس مبسوطه وكل الناس قاعده معانا، تمام. ده بنسميه امبالانس، مفيش توازن في الداتا بتاعتنا. فالداتا انجينيرنج محتاج ان انا ايه، محتاج ان انا ازود شويه من العينه بتاعت الناس اللي ايه اللي هتسيبنا وتمشي، علشان الماشين ليرنينج تقدر تفهم، تمام، وتعرف ايه الكرايتيريا بتاعت الناس اللي ايه هتسيبنا. بعض اوقات كمان بنحتاج ان احنا نغير تمام من شكل الداتا. ادي حضراتكم مثال، تمام، ساعات الداتا بتبقى جايه على شكل كاتيجوري، يعني شكل مسميات، يعني مثلا تمام الحاله الاجتماعيه، متزوج، مطلق، ارمل وهكذا. الماشين ليرنينج ما بتفهمش متزوج وارمل ومطلق واعزب والكلام ده، تمام.
الماشين ليرنينج في الاخر هي عباره عن معادله، والمعادله ديت بتفهم ارقام. فالداتا ديت لازم احولها من الكونسبت اللي اسمه كاتيجوري لحاجه اسمها وان هوت انكودينج، اللي هو ببساطه احول الكلام دوت لايه 01. يعني مثلا الاعزب تمام هديله 001، المتزوج هديله 010، المطلق هديله 100، تمام الارمل هديله 101 مثلا. يعني انا بدي مثال تمام، وبالتالي الماشين ليرنينج تقدر تفهمها. طيب كل المجهود ده ولسه ما عملتش حاجه، ده انا عمال اجهز في الداتا بتاعتي، اول حاجه جمعتها، بعدين عملت لها ايه انتجريشن ظبطتهم مع بعض، بعدين عملت ايه ابتديت اشيل الحاجات اللي غلط منها وابتديت اعمل ايه اوازنها تمام علشان اجهزها للايه للتريننج. كل ده ولسه ما ابتديناش ماشين ليرنينج. بعد ما خلصت الكلام دوت هبتدي اعمل تريننج، وابتدي اعمل اظبط البارامترز بتاعتنا. وبعد ما هعمل التريننج واللي هو مش سهل برضو تمام، هبتدي اخش اعمل الموديل ايفالويشن. يعني ايه موديل ايفالويشن؟ خلصت كل حاجه تمام، عايز اتاكد بقى ان الموديل ده او اللي انا عملته ده شغال كويس. هتقول لي ازاي؟ يعني هقول لك فاكرين كده شويه، انا راجل عجوز ايام زمان كده لما كنا بندرس في الثانوي تمام، كان بعد ما نقعد نذاكر قبل اخر السنه كده اهوت، تلاقي بقى ايه جايب لك كتب توقعات المرئيه وكراسه الامل وكراسه مش عارف ايه، وانت قاعد عمال ايه تحل في امتحانات وتشوف ايه انت ضعيف فين، وبعدين ترجع تقوم مصلحه تمام، لقيت نفسك كويس تخش على اللي بعده وهكذا تمام. هي دي نفس الفكره، عملنا التريننج. بعد ما عملنا التريننج انا مش متاكد بقى الموديل بتاعي ده شغال كويس ولا مش شغال كويس، اديله داتا عمره ما شافها تمام، واقول له ها وريني الريزلت بتاعتها. انا عارف الريزلت بتاعتها بس هو عمره ما شافها قبل كده. لو طلع الريزلت كويسه وجميله يبقى احنا الاكيورسي بتاعتها الدقه بتاعتها مناسبه، خلاص انا جاهز ان انا احط الموديل بتاعي ده في الديبلويمنت واشغله. لو طلع ان الريزلت تمام مش مناسبه او الدقه بتاعتها اقل من اللي انا متوقعه، هترجع تلف الدايره دي كلها. عشان كده يا شباب الماشين ليرنينج بروسيس مش سهله. ماشين ليرنينج بتجمع بين كذا حاجه، بتجمع ما بين اللوجيك والفن لفهمك الالجوريزم، تجمع ما بين اللوجيك والفن لفهمك الداتا وفهمك المشكله، بتجمع ما بين امكانيه وقدره انك تستخدم التولز بتاعتك علشان توصل بموديل تمام يديك احسن نتيجه او احسن اكيورسي. عشان كده تمام الناس اللي بتشتغل في الماشين ليرنينج قليله، والسكيلز قليله جدا، والناس اللي عندها خبره مطلوبه جدا. يعني ان شاء الله باذن الله بعد السيشنز ديت تمام هتحس بالفرق. السيشنز مش بس ديت، السيشنز كلها هتحس بالفرق، وهتحس بقد ايه انت عندك سكيلز مش موجوده عند ناس كتيره موجوده في الماركت تمام. وان شاء الله باذن الله نشوف منكم ناس بيكسبوا كاجل كومبيتيشنز. هشرح لكم كاجل كومبيتيشنز ديت في اخر السيشن عشان احمسكم تمام. بس دلوقتي تعالوا نعمل ايه، تعالوا نتكلم. طب انا ابتدي ازاي؟ نرجع لهيثم. حكيت له انا قلت له تمام لو انت جعان، انا بلاش هيثم جعان، انا اللي جعان دلوقتي تمام ماشي وعايز ايه اكل. طيب في عندي حل من اتنين، يا اما ادخل على المطبخ هنا هوت واطبخ، وعاده ان انا ما بعرفش اطبخ فالدنيا هتبوظ تمام، او ان انا اتصل بايه بواحد من الشوبس او الريستوران المحلات تمام او المطاعم علشان اطلب اكل. اللاير الاولانيه ديت هي الاي اي سيرفيس، هي اللاير اللي حضرتك كان حضرتك بتطلب المطعم، والتشبيه ده تشبيه جميل جدا. ليه؟ لان انت بتعمل اي بي اي كول، بتكلم السيرفيس تبعت لها الداتا هي ترد عليك. السيرفيس ديت زي الفيجن او ريكوجنيشن، بتعمل ريكوجنايز الصور، الحاجات الخاصه بالسبيتش زي البولي والترانسكرايب اللي احنا قلنا عليها
بتحول من 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 صوت لتكست ترانسكرايب او من تكست لصوت زي بولي. تمام. الحاجات اللي بتشتغل على الناتشورال لانجويج بروسيسنج زي التكست رات ترانسليت الكومبريهند اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام. الكاندرا تمام سيرفيس جديده عملناها فري انفنت اللي فات او المؤتمر العالمي بتاعنا احمد ان شاء الله يكلمكم عليه وان شاء الله تحضروه السنه دي. كندرا تمام بتقدر تخليك تكتب سؤال يعني مثلا تمام انا عايز الصبح اروح كافي شوب في دبي قريب مني ويكون عنده نايس فيو. تمام. احد الافاضل سالني قال لي ما احنا بنعمل سيرشنج على جوجل. تمام. دي اسمها NLP سيرش او ان انت مش بتعمل سيرش بس ايه كافيه، لا انت بتكتب جمله. تمام. والجمله ديت بيفهمها السيستم ويطلع لك الريزلت. احنا عندنا سيرفيس، السيرفيس دي ممكن تستخدمها علشان تخلي الانتربرايز او تخلي الشركات او تخليك انت تقدر تعمل سيرش زي اللي موجود في جوجل دوت وتعمل سيرش بجمله. يعني مثلا عايز كافيه يكون عنده قريب من البحر وفاتح الساعه 7 وبيقدم تمام كيك. تمام. شوف كذا كرايتيريا مع بعض عايزين ايه نعمل سيرش ونطلع نطلع الريزلت ليها. تشات بوت. تمام. انك لما تفتح الويب سايت يبقى يكون عندك تشات بوت، مش عارف بالعربي اسمه ايه صراحه، اللي هي مكان تقدر تتكلم فيه مع مساعد افتراضي. تمام. والمساعد الافتراضي ده يرد عليك، مثلا تقول له عايز احجز تذكره فيرد عليك المكان فين. هو ما فيش حد على فكره واقف وبيرد عليك، هو ده مساعد افتراضي. المساعد الافتراضي ده ممكن يكون بيتكلم معاك بالصوت او بيفهم كلامك، فتقول له مثلا عايز احجز تذكره، يقول له فين، اقول له عايز احجز تذكره لجده مثلا. تمام. طيب امتى ميعادها؟ طيب عايز درجه اولى ولا درجه اقتصاديه وهكذا. امازون بيرسونلايز حكيت لكم عنه، امازون فوركاست حكيت لكم عنه، فرود ديتكتور ده عشان يديتكت اي فرود ديتكشن او واحد بيحاول ان هو يسيء استخدام السيستم بتاعك سواء استخدام مادي او استخدام للريسورسز اللي عندك. كود جورو، معلش انا بجري بسرعه شويه. كود جورو ده سيرفيس علشان لو واحد بروجرامر زي اغلب حضراتكم عايز يعرف انهي جزء في البرنامج بتاعه او انهي سطر بيكلفه كتير. بيكلفه كتير معناها بياخد وقت كتير قوي في البروسيسنج. تمام. او بيطول البرنامج، فالكود جورو ده بيمشي على البرنامج كله يطلع لك اكتر حاجه تمام بتاخد وقت طويل في البرنامج بتاعك. واخيرا الكونتاكت لينس دوت بيقدر يطلع لك مزاج العملاء في خلال الكول سنترز، يعني واحد متكلم بيك وهو اعصابه يعني في حاله عصبيه شديده جدا لانه عنده مشكله، فالكونتاكت لينس دوت يقدر يحدد اذا كان مزاج الشخص دوت في مشكله كبيره ويبتدي ينبه المسؤول عن التيم او المسؤول عن الكونتاكت سنتر ويبتدي يتعاملوا معاه معاملة تانية علشان يعرفوا المشكلة بتاعته، لأنه أكيد الراجل دوت عنده مشكلة إيه؟ مشكلة كبيرة. طيب ده لو أنا مكسل ومش عايز أعمل إيه؟ ومش عايز أعمل حاجة وعايز أنادي بس السيرفيس ديت والسيرفيس دي تشتغل بنيابة عني. على فكرة ده مش حاجة غلط ومش حاجة عيب، ده في كاستمرز كتيرة قوي بيستخدموا السيرفيس ديت علشان يحطوا ماشين ليرنينج جوه السيرفيس بتاعتهم بمنتهى السهولة طالما في حاجة تمام سهلة أقدر أستخدمها تمام ومفيدة وحتفيدني ما فيش مانع إن إحنا نقدر نستخدمها. الواحد ما وهو بيتعلم السباحة ما ينطش في العميق مرة واحدة. تمام. لأن السيرفيس دي كمان هنتعلم منها وحنستفيد منها. طيب هو إيه اللي بيحصل؟ يعني هو مجرد بس المربع دوت يعني مثلا personalize إيه اللي بيحصل جواه؟ تمام. أنت بتدخل الداتا بتاعتك بتعمل لها ابلود في صوره CSV فايل. تمام. احنا بنقرا الداتا نفهم الفيتشرز اللي جواها نعمل نعدل الهايبر بارامترز. الهايبر بارامترز ديت سامحوني يعني هو حاجه هنقولها قدام شويه، هي عباره عن
الملح والفلفل بتوع الاكل بتاعك. تخيل كده مثلا انك حطيت ملح كتير او فلفل كتير، الاكل هتبوظ منك. الهايبر بارامترز ديت هي البارامترز اللي بتيون بيها، بظبط بيها الالجوريزم بتاعي، تمام. وبعدين نعمل تريننج، وبعدين نعمل اوبتمايزيشن، ونعمل لك هوستنج، ونطلع لك الداتا، والداتا دي بتاعتك انت بس، ما حدش بيشوفها، تمام. اخونا الفاضل اللي سالنا السؤال، انا اسف نسيت اسمه، الداتا بتاعتك انت، تمام، ما حدش هيقدر يشوفها، تمام. ويطلع لك في الاخر، تمام، اند بوينت. ايه اند بوينت ديت؟ يعني عباره عن نقطة اتصال تستخدمها، تبعت له، تمام، تقول له أحمد دخل على الويب سايت، إيه المنتجات اللي أحمد بيحبها، يرد عليك على طول. فشوف إحنا عملنا لك السيستم ده كله مرة واحدة، تمام. وساعات الوقت دوت ما بياخدش أكتر من ساعة، ويكون عندك personalized system, recommendation system، أو أنظمة التوصية، أو أنظمة بنسميها بالعربية أنظمة التوصية، تمام، جاهزة. وعلى فكرة الكيس ديت من الحاجات الصعبة جدا في الماشين ليرنينج، فإحنا نقدر نعملها لك خلال ساعة. وأنا عامل بلوج بالعربي على الريكومنديشن سيستم، إن شاء الله هعمله شير مع حضراتكم، ممكن تقروه وتعرفوا إزاي تستخدموا الأمازون personalize. بس هيرجع هيثم يقول لي يا محمد في الاخر، انا بصراحه جاي هنا، تمام، مش علشان اكلم المطعم، انا بحب اطبخ عندي في البيت، انا جاي هنا علشان عايز اتعلم منك او اتعلم من امازون ازاي ابني الموديل بتاعه. اقول له اهلا وسهلا يا هيثم، احنا عندنا المطبخ المناسب علشان تعمل بيه احلى ماشين ليرنينج. المطبخ ده اسمه ايه؟ اسمه مين يقول؟ سيج ميكر، امازون سيج ميكر، تمام. اذا اند تو اند بلاتفورم، عشان نعمل فيها ايه؟ عشان نعمل فيها كل اللي انا حكيته ده، علشان اكولكت الداتا بتاعتي، اجمع الداتا بتاعتي، واعمل عليها الانتجريشن والتشيكس اللي انا حكيتها، وبعد كده اعمل عمليه التريننج، وبعد ما اعمل عمليه التريننج اعمل عمليه البناء واحطها، تمام، في السيستم بتاعي كانها سيرفيس زي اللي احنا شفناها ديت. طيب الموضوع دوت سهل؟ الموضوع مش سهل، بس احنا سهلناه كتير جدا. ليه؟ لان زمان كل خطوه من الخطوات ديت كانت محتاجه اول حاجه اجيب سيرفر، احط عليه الاوبريتنج سيستم، احط عليه التولز اللي انا محتاجها، تمام، وبعدين اربط الايه السيستمز دي بعضها. والموضوع بيبقى مكلف، يعني انا متذكر يعني لو احد العملاء حب يعمل نفس الكلام دوت اون بريمس، تمام، علشان يبني الهاردوير بس ويجيب السيستم ويحط السوفت وير ويعمل انتجريشن مع بعضه، خد منه وقت طويل جدا ومبلغ طويل جدا ومبلغ كبير جدا، تمام. وبعدين لسه عندك بقى انت التحدي بانك تبني الموديل بتاعك وتعمل له تيونينج، واللي غالبا 99% مش هتكون عندك التولز اللي تساعدك للموضوع دوت. طيب احنا سهلنا الموضوع ازاي؟ ان انت مش محتاج تفكر في ابدا في الهاردوير، ولا تفكر في الاوبريتنج سيستم، والتولز اللي انت محتاجها اللي هنتكلم عليها حالا دلوقتي، اللي كل الداتا ساينتست وكل الماشين ليرنر براكتيشنر او الناس بتتعامل بالماشين ليرنينج محتاجينها، موجوده، تمام، سواء الباكجز من كوندا وتنسر فلو، كيراس، ام اكس نت، جلون، تمام، هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل، او حتى جوبيتر نوت بوك اللي هو الاي دي اللي هتقعد تشتغل عليه، تمام، موجود، تمام. طيب التولز اللي تساعدك انك تعمل التريننج، ازاي تعرف ان الموديل بتاعك ده هيكونفرج، هيوصل في الاخر لنتيجه ولا مش هيوصل، تمام. التولز اللي تساعدك علشان بعد ما انت عملت عايز تبني الموديل ده وتستخدمه، تمام، كل التولز دي موجودة عندنا، وبالتالي وفرت وسهل كتير جدا. ايوه فندم، اتفضل. ممكن بعد اذنك بس الساعة 7:55 يعني بعد دقيقتين ناخد بريك 5 دقايق، الشباب عايزين يطلعوا يصلوا بس ونرجع تاني. تمام، 5 دقايق.
تمام، دي ميزة دبي، احنا كده عندنا مصلين المغرب. انت 53 خلينا 55. هو بصراحة الوقت ده مناسب جدا. ليه؟ لان احنا تمام الخطوه اللي جايه هتبقى الخطوه قبل الاخيره من البرزنتيشن بتاعتنا اللي هي الديب ليرنينج وبعديها التولز. تمام، فانا اسمح لي احمد ان انا هقف هنا اهوت تمام واسمع لو في اي اسئله للشباب، يعني ناخد الدقيقتين ديت اسئله وبعدين الشباب ياخدوا البريك ونصلي ونرجع تمام نشوف الوحش دوت اللي الديب ليرنينج بتاع الديب ليرنينج. تمام، ف لو في حد من الشباب عنده أسئلة أو عنده كومنت أو في حاجة عايز ينبهنا ليها أهلا وسهلا. ممكن نستخدم الدقيقتين دول. طب إحنا مبدئين بريك يا شباب 5 دقايق وهنرجع الساعة 8 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت مصر، 9 بتوقيت دبي. واللي عنده سؤال يتفضل معنا. طارق عنده سؤال برضه. طارق نعمان، تفضل يا طارق. تفضل يا طارق. الصوت يا طارق فتح المايك بس ما فيش صوت. طيب ناخد سؤال. لو حابب يكتب لك وانت تقرا له ما فيش مشاكل. طيب انا ما اشوف بس المايك. ممكن عبد الله اتفضل، عنده سؤال برضو. عبد الله محمد. السلام عليكم. سامعني كده؟ سامع يا عبد الله. طبعا يعني شرح جميل جدا، واتمنى ان الموضوع ان شاء الله يمشي معانا كده خطوات ورا بعضها ان شاء الله. بس انا كان حضرتك سؤالي، يعني بما ان الحاجات دي كتيره جدا تمام، يعني علشان انا ابدا اشتغل، طبعا انا هشتغل على السيرفيسز بتاعه السيج ميكر، هل دي حضرتك بتبقى فري ولا تاخد منا فلوس لما اعمل طيب. اكاونت والكلام ده كله. طيب الحاجه الثانيه طيب. هو ده اكيد يعني الشباب قالوه على الشات والكلام ده كله، احنا برضو حضرتك عايزين الخطوات من البدايه، هاو تو ستارت. طبعا انا عارف ان الاجنده فيها الكلام ده ان شاء الله، بس يعني برضو كنت حابب اكد على حضرتك ان احنا من البدايه خطوه خطوه ازاي نبدا نجو اون في الموضوع ده. ومثلا يعني حاجه مثلا، هل مثلا حضرتك شايف، طبعا الماشين ليرنينج ده كونسبت ينفع نعمله على امازون، ينفع نروح على اي كلاود بروفايدر تاني، فايه المميزات اللي تخلينا لا انا هروح ناحيه امازون بالذات؟ تمام، طيب ممتاز. اول حاجه احب اطمنك عبد الله، احنا يعني اول ما نخلص الديب ليرنينج هنبتدي نروح نقول لكم ايه الخطوات اللي هنعملها 1 2 3. على فكره انا جاي من انفراستراكشر باك جراوند تمام، فانا هشارك معاكم بالظبط الخطوات اللي انا ابتديتها ومشيت فيها وتعلمتها. هو الموضوع هياخد وقت شويه تمام، لانه زي ما انت شايف انه في تفاصيل كتيره، بس صدقني بعد ما هتستثمر الوقت دوت في تعلم الماشين ليرنينج هتحس بقيمتها من الناحيه الماديه ان شاء الله ومن الناحيه العلميه. طيب بالنسبه للسيج ميكر، لو احنا هنستخدم السيج ميكر، هل في كوست على السيج ميكر؟ اولا انت ان شاء الله باذن الله لما هتبتدي تعمل الفري اكاونت تمام، في جزء كبير من السيرفيسز في حد معين مجاني وفي جزء هتدفع عنه. طيب مثلا لو انا النهارده هنعمل لاب مع بعض ان شاء الله في الجزء الثاني، التكلفه النوت بوك اللي هو احنا هنفتحه علشان نشغل عليه اللاب اللي هنعمله ده هي 0.07 دولار في الساعة، يعني 7 سنت في الساعة. واحنا غالبا اللاب بتاعنا مش هنستخدمه اكتر من نص ساعة، يعني او اللاب اللي احنا نستخدمه مش هنعمله اكتر من نص ساعة. طيب هتقولي محمد والله بصراحة برضو الموضوع يعني مش عايز ادفع فلوس. الجوبيتر نوت بوكس اللي احنا هنستخدمها النهاردة على الاقل تمام، في حد بيرسم على الشاشة بتاعتنا، ده حاجة جميلة. تمام، إن شاء الله
ممكن تعملها على الكمبيوتر بتاعك، مش لازم تعملها على السيج ميكر. بس انا ليه عايزك تستخدم السيج ميكر؟ اولا استخدام السيج ميكر هيساعدك كتير جدا لما نبتدي نخش في السيشنز اللي جاية اللي فيها تاسكس معقدة. تمام، ده اول حاجة. سيج ميكر بير جارتنر ناو considered، يعني حسب جارتنر انه واحد من الاقوى البلاتفورم اللي الداتا ساينتست ممكن يستخدمه، ووفره وقت كتير قوي ومجهود كتير قوي. فانا عايزك تستخدم الحاجة القوية المتميزة. صحيح هي من امازون من شركتي، بس انا شايف انه ليها قيمة كبيرة جدا في انها تساعدك انك تعمل تمام وتتعلم ماشين ليرنينج بسرعة. تمام، ولكن اول لاب هناخده النهاردة او اول تاسك هناخدها النهاردة ممكن تستعملها على الكمبيوتر بتاعك من غير ما تنزل او تستخدم السيج ميكر. تمام، وهبعت لكم التفاصيل لو انت عايز تعملها على الكمبيوتر بتاعك ازاي تعملها. ولو حابب تستخدم السيج ميكر زي ما قلت لك، تقريبا تكلفة الساعة للنوت بوك اللي احنا هنستخدمه دي هي 7 سنت، ورقم يعني مش كبير بإذن الله. تمام، نظير الاستثمار اللي انت بتستثمره في نفسك للمستقبل ان شاء الله. سؤال تاني؟ في سؤال من كريم، تفضل كريم. السلام عليكم باشمهندس محمد، متشكرين جدا على السيشن الجميلة، بس من فضلك عندي سؤال لو تكرمت. تفضل. طبعا وفي شباب قالوا، بس انا حابب اصيغه بطريقة تانية. انا عايز رود ماب للموضوع، يعني محتاجين رود ماب. اكيد ليه تفريعات الموضوع انا بصراحه مش عارفها، فعايزين رود ماب ويكون لستة للماتيريالز اللي ممكن الواحد يذاكرها. واضح وانا فاهمك يا كريم، فاهم الشباب كلهم، وانا حاطط لكم الرود ماب اهي. دي الخطوات اللي انتوا هتعملوها. اول حاجه يا شباب هنعملها، معلش انا اسف يا احمد، هناخد الدقيقتين دول بسرعه كده عشان واضح ان الشباب النقطه دي مهمه جدا. فانا عايز اطمن، ما تستعجلوش، والله انا عارف ان هي في السند بس هم الشباب مستعجلين. اول حاجه شباب هنعملها، هنعمل بايثون كراش كورس، وهقول لكم منين تجيبوا الماتيريال عشان تعملوا البايثون كراش كورس، وانا هساعدكم فيها. بعدين اي داتا ساينتست في الدنيا يا شباب لازم يكون عارف النمباي والبانداز والمات بلوتليب والسيبورن. تمام، انا بسميها اسكي ليرن، او هي اسمها الحقيقي سايكت ليرن. لو انت مش عارف التولز دي او مش عايز تتعلمها او مش هتتعلمها، فانا بقول لك تزعلش مني، انت بتضيع وقتك معايا. تمام، دول حاجات دول مهمين جدا. بعدين هتختار واحد من الفريم ووركس اللي هتستخدمها، سواء التنسر فلو الكيراس او جلونا او الام اكس نت. وهنتكلم على الرود ماب ديت وخطوه بخطوه، وهنتعلم ايه النهارده والمره الجايه تكونوا اتعلمتوا ايه، وهكذا. ما تقلقوش نهائيا لغايه ما توصلوا في الاخر انها تقدر باذن الله تبني بروجكت كبير. طبعا بعد شغل ومجهود، بس ان شاء الله هتقدر تبني بروجكت كبير في الاخر. تمام، في كل اللي انت اتعلمته، فما تقلقوش ابدا، احنا هنوصل للرود ماب دي وهنتكلم عليها ان شاء الله. تمام، سؤال على السريع بخصوص الباك جراوند من الماثيماتكس والاستاتين ايدهم، بس قبلك يا محمد. سوري، بس تفضل. كم تفضل كم خلاص تفضل. معلش يا احمد هرد على السؤال ده بسرعه. مش محتاجين ابدا. تمام، يعني يكون عندك باك جراوند قويه في الماثيماتكس. تمام، ليه؟ لان الرياضه اللي هنحتاجها، تمام، هنتكلم عنها في السيشن، وهنقول لكم على بعض المصادر اللي تقدروا تشوفوها وتتعلموا منها لو في مثلا جزء رياضي انت محتاج تعرفه. المضحك والجميل في الموضوع دوت انه في موقع، تمام، اولادي بيستخدموه، تمام، ساعات يعني عشان يتعلموا منه شوية الدروس الرياضة بتاعتهم، واللي أنا وجدته أنه مفيد جدا 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 للماشين ليرنينج، اسمه خان أكاديمي. خان أكاديمي فيه الكالكولس وفي اللينير إكويشن وفي الجريديان، اللي هي الحاجات اللي احنا هنستخدمها كتير في الماشين ليرنينج. وأنا أنصحكم لو في حد مثلا حابب يراجع الحاجات ديت، تمام، ممكن يروح هناك. بس أنا مش يعني مش بقول إن لازم الواحد يكون الباك جراوند بتاعته هندسة أو علوم أو درس رياضة بتفاصيل كتيرة قوي. تمام، ده مش مطلوب. كل المطلوب بس إن لو في احتجت حاجة فيها تفهم الباك جراوند بتاعها الرياضي، تقدر ترجع للمصدر دوت اللي هو زي خان اكاديمي، وتقدر ايه تتعلمه منه. في نقطه يا باشمهندس، انت حاطط في الاجنده اوريدي الرود ماب،
بس طبعا هي في شكل نقط يعني، ممكن بعد السيشن طلال نبقى نتفق معاك ولو في ديتيلز اكتر ونبعتها للشباب على جروب التليجرام يعني ريسورسز تحت كل نقطه. طبعا انا مجهز الموضوع ده بس ما قدرتش احطه ابو حميد في السلايد لانه هيبقى شكله مش حلو، بس انا ان شاء الله هبعته لك باللينكس بالشباب يخشوا على اللينكس ديت ويجيبوا منها. ماشي اتفضل. خلاص المفروض رجعنا بقى عشان الوقت بس الساعه 8، ف انا اكتفي بالاسئله وحضرتك تكمل يعني اتفضل. طيب تعالوا نتكلم بقى على الديب ليرنينج. ايه اللي حصل في موضوع الديب ليرنينج، او يعني احنا وصلنا للديب ليرنينج ازاي؟ زي ما اتفقنا انه في الجوريزمز كتيره قوي موجوده في الماشين ليرنينج. الالجوريزم دي بتعتمد على نظام الاحصائيات او تعتمد مثلا على الاحتماليات او تعتمد على حاجه اسمها ديسيشن تري. ديسيشن تري ببساطه بتقول يعني مثلا لو الجو بكره مطر تمام يبقى الاكشن لازم اجيب بلطو مثلا يعني، ده ديسيشن تري. بس كان الالجوريزم ديت مش هنقلل من قيمتها، دي مفيدة جدا وان شاء الله هنتكلم عليها بتفاصيل في سيشنز جاية، وكانت بتحل مشاكل كتيرة قوي لغاية اما ابتدى العلماء يصطدموا بمشاكل ما ينفعش ابدا تتحل بالالجوريزمز ديت. فابتدوا يفكروا في ايه، في حل للموضوع ده. فقالوا والله حل الموضوع دوت غالبا هو ان احنا نقلد مخ الانسان. طيب مخ الإنسان ده سبحان الله عجيب. مخ الإنسان ده بيتكون من مليارات الخلايا. الخلايا ديت أكبر 10 أضعاف من الخلية العادية، يعني الخلية اللي جوه مخ حضرتك ده أكبر من الخلية اللي موجودة في إيدك وفي رجلك وهكذا. والخلية دي ليها مواصفات خاصة يعني تمام؟ أنا مش هخش في الجزء البيولوجيكال والتكوين بتاع الخلية، بس أنا اسمح لي أشرح لك هو بيشتغل ازاي. على نفتكر كده اول مره جيت اتعلم السواقه، او انا اول مره جيت اتعلم السواقه وكان العربيه اللي بتعلم عليها مانيوال تمام، فالراجل يقول لي دوس فرامل او مدايس بنزين، الاقي نفسي انا ايه خبطنا في حته تانية خالص تمام. واحد مثلا معدي تمام والراجل يقول لي يا عم دوس فرامل الحق، وانا ايه مش عارف ايه اللي حصل. اللي حصل ان مفيش توافق عضلي عصبي بيحصل معايا. هو ايه اللي بيحصل؟ في نيورون بيشوف العين، النيورون مسؤول عن الرؤيه، عمل ديتكشن الاوبجكت، شاف حاجه تمام. فالنيورون دوت اول ما شاف الحاجه ده حصل له فايرنج، اشتغل تمام، حصل له اكتيفيشن، اشتغل كده اهوت تمام، اتحفز باللغه العربيه. طيب النيورون ده لما تحفز مفروض ان هو يبعت سيجنال، السيجنال ديت سيجنال كهربائيه على فكره تمام. السيجنال دي مفروض تروح فين؟ تروح للنيورون المسؤول على تحريك العصب في رجلك علشان تدوس على الفرامل. في الاول الوصله ما بين النيورونز ديت وصله ضعيفه او مش مظبوطه او مش متناغمه، لغاية أما حضرتك تروح تتعلم مرة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة تلاقي نفسك بقيت بتسوق زي لويس هاملتون في شارع الشيخ زايد مثلا، ولا في شارع العليا، ولا في الطريق عندنا في مصر تمام مثلا يعني. فأصبح إيه؟ أصبح النيورونز اللي هو تمام مسؤول عن البصر أو عن الرؤية متناغم تناغم سبحان الله عظيم مع النيورون اللي مسؤول عن العضلة بتاعت رجليك، وبقيت تتحكم في العربية تحكم رهيب جدا نتيجة أن أنت بعد ما تعلمت كذا مرة الوصلات اللي ما بين النيورونز ديت وصلت للأوبتمم، وصلت لأحسن تمام حالة، والوصلة الكيميائية اللي ما بينهم تمام بقت مخليك تعرف تتناغم أو يتناغموا مع بعض ويبقى عندك التوافق العضلي العصبي دوت تمام. طيب هتقولي يا محمد طب ايه لازمة الكلام ده يعني، متشكرين على حصة الأحياء أو العلوم ديت، احنا ايه هنستفيد ايه بالكلام ده بقى؟ الله تعالى نتخيل كده النيورون ده تمام هنعمله على المكنة بتاعتنا أو على الماشين بتاعتنا. طيب نعمله إزاي؟ هنعمله في الآخر كأنه معادلة.
طيب خليك كده معايا كده، انا عايزك ايه، عايزك تركز معايا في الكلام اللي انا قلته ده، وصدقوني يا شباب لو فهمت الموضوع ده، لو هي دي الحاجه الوحيده اللي فهمتها في السيشن ديت، فانا مبسوط وفرحان جدا، لان جزء النيورال نتورك دوت من الاجزاء الصعبه جدا، سواء انا درسته في الكليه ودرسته كتير، وكان ان انا اقدر اطلع بفهم تمام ليه خد مني وقت طويل قوي. فلو انت فهمته في السيشن ديت فانت عملت انجاز عظيم جدا، وقليل جدا من الناس اللي فاهمين الموضوع. يعني الناس عارفه جدا موضوع الديب ليرنينج، في نيورونز، وفي حاجه اسمها ارتفيشال نيورال نتورك، في حاجه اسمها كونفولوشنال نيورال نتورك، في حاجه اسمها ريكارنت نيورال نتورك، بس هو ايه اللي بيحصل جوه ده مش فاهمين تمام. وممكن تلاقي الراجل بيعمل داتا ساينتست وبيعمل برامج كويس جدا، بس هو مش فاهم ايه الكونسبت، مش فاهم ايه اللي بيحصل تمام. تعال نرجع تاني لايه، للموضوع بتاعنا. تخيل مثلا كده هوت تمام، احنا لسه جعانين تمام، وبعدين تمام ايه، حد عمل لك تمام اكله حلوه بقى، مثلا كبسه او محشي تمام، والكبسه والمحشي لسه سخنين وطالعين كده هوت وريحتهم حلوه، ايه اللي بيحصل تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ انت فجاه كده بتبقى ايه، ها، بتحس ان انت جعان ومبسوط بالظبط كده، النيورونز بتاع الجوع حصل له فايرنج، اشتغل حاجه حفزته تمام. ها زي مثلا صلاح جاب جون تمام، النيورون بتاع الفرح حاجه حفزته صح تمام. فاحنا عايزين نعمل الكلام ده، النيورون ده هيبقى فيه فانكشن، الفانكشن دي هندخل لها انبوت، الانبوت ده تمام هيعمل فايرنج للنيورون ده تمام، هيبعت لنا سيجنال، هنشوف السيجنال دي هنستخدمها في ايه. ما عملش فايرنج للنيورون دوت مش هيبعت سيجنال. طيب الكلام ده ربنا سبحان الله يعني خلقه فينا وموجود، طب احنا ازاي نسيميوليت الكلام دوت؟ قال لك النيورون ده هيبقى جواه فانكشن تمام، وهندخل له انبوتس ماشي. ايه هو الانبوتس ده؟ مثلا تعال نتكلم كده، نرجع تاني للكيس بتاعت ابو حميد عايز يعمل ماشين ليرنينج، بيقول فيها نيورال نتورك يعني ديب ليرنينج تمام، هيقول فيها انه اللي يحضر السيشنز دي كلها ويعمل البروجكتس تمام ويذاكر وينجح في الامتحان، او خليها مثلا يحضر السيشنز دي كلها ويعمل البروجكت يبقى ماشين ليرنينج اكسبرت تمام. عايزين نعمل اوكي نيورال نتورك بتعمل الكلام دوت. فاحنا كده عندنا كام انبوت يا شباب؟ عندنا تو انبوتس. الانبوتس الاولاني حضر السيشنز دي كلها تمام وعمل بروجكت. بعدين هنرجع نقول لاحمد، يا احمد يعني عاده يعني صعب جدا الناس كلها ممكن يعني ما تحضرش السيشن، بس لو حضر 80% من السيشن وعمل مثلا 2 بروجكتس تمام، او حضر مثلا 90% من السيشن وعمل بروجكت واحد، خدت بالك؟ الله يعني الموضوع بقى فيه ايه، في نوع من التغير. الله ايه التغير ده؟ التغير ده هو الويت. يا سلام. الله يعني لو انا عملت 80% من السيشن وعملت 2 بروجكت ماشين ليرنينج اكسبرت، لو انا عملت 90% من السيشن وعملت بروجكت يبقى انا ايه، ها، يبقى انا تمام ماشين ليرنينج اكسبرت. فابتديت ان انا اطلع معادله، المعادله دي اسمها لينير ايكويشن، بس سامحوني يا شباب انا مش قاصد ان انا اوريكم معادلات النهارده ولا، بس دي حاجه بسيطه يعني نبسطها، هبسطها مع حضراتكم تمام. ان احنا هنقول الواي دي معناها انت ماشين ليرنينج اكسبرت لو هي طلعت ايه ب1، هنشوف دلوقتي ازاي هتطلع ب1، سيب البايس ده دلوقتي معلش سامحني. وهنقول ايه، ان احنا عندنا تو فاريبلز، الفاريبل الاولاني تمام اللي هو حضرتك حضرت السيشنز، والفاريبل الثاني ان انت تمام عملت مشروع. طيب الويتس ديت بقى، الويتس ديت دي اهم حاجه في الدنيا، ودي اللي احنا بندور عليها وبنحاول ان احنا نوصل تمام للقيمه السليمه ليها تمام. احمد راح جاب المعلومات بتاعه المحاضرات القديمه من ساعه ما بدا الميت اب بتاعه، وجاب مثلا معلومات 50 شخص دول، منهم اللي حضر السيشنز وعمل بروجكت، ومنهم اللي ما حضرش السيشنز وعمل بروجكت، ومنهم ومنهم ومنهم، وهو عارف مين الناس اللي بقت خبره ومين الناس اللي ما بقتش خبره تمام. وابتدى ياخد الداتا ديت وابتدى ايه يدخلها على النيورال نتورك
تمام ويعلم النيورال نتورك. ابتدى بقى ايه النتورك بتاعتنا عماله تظبط مين، تظبط الويتس ديت، تظبط الويتس ديت لغايه اما وصلت ان الويت دوت ها اللي هو بتاع السيشن لو حضر اكتر من 72% مع الويت ده لو هو حضر او عمل اكتر من 3 بروجكتس يبقى هو خبير ماشين ليرنينج. وبعد ما احنا جبنا الويتس ديت هنبتدي بقى ندخل بيانات حضراتكم تمام اللي هي ما نعرفش مين اللي هيبقى الخبير ومين مش الخبير، وبناء على حضورك وبناء على عمل البروجكت بتاعك هنطلع في الاخر الفانكشنز اللي بتقول انت خبير ماشين ليرنينج ولا مش خبير ماشين ليرنينج. الله لوجيك. انا لما كنت بقول لحضراتكم الهايبر بارامترز هي دي، هي الويتس ديت تمام، هي الويتس ديت، هي ازاي اوصل للوصله اللي ما بين النيورونز ديت اللي هي احسن وصله تمام اللي هي تقدر تطلع لي احسن ريزلت. طبعا الكلام دوت مش بيبقى بنيورون واحد، ده نيورون واحد ده اللي بياخد مثلا انبوت تو انبوتس. احنا مثلا لو بنعمل ايمج ريكوجنيشن صوره 28 في 28 يبقى اضرب 28 في 28 دي عدد النيورونز اللي احنا محتاجينهم عشان ندخل الانبوتس بس، خدت بالك تمام. الجهاز البصري عند حضرتك تمام بيتكون من كذا تمام layers of neurons، في كل layer من بين 5 ل 10 مليار نيورون. طيب يعني انا محتاج ايه؟ محتاج input، ده غالبا الداتا بتاعتك تمام هندخلها، وبعدين محتاج weights، الweights ديت تمام انا مش عارفها. طب في الاول بتعمل ايه؟ بتحط اي random numbers كده هوت، وبعدين محتاج تمام function، الfunction دي هنا هوت مثلا بتجمع الweights دي كلها تمام، و بتعمل حاجه اسمها اكتيفيشن فانكشن. سامحوني على الـ على الـ على الـ على الصعوبات، انا بحاول اشرح لك حاجه بنشرحها في 18 ساعه او 24 ساعه في 3 دقائق، فسامحوني. ولو انت فهمت 70% 80% فده حاجه عظيمه جدا. ايه الاكتيفيشن فانكشنز ديت؟ زي ما قلت لك لو احنا عاملين محشي وكبسه شكل ريحتهم حلوه تمام، النيورون بتاع الاكل هيحصل له اكتيفيشن. طيب لو انت تمام عندك مثلا اكل مش حلو، مش نقول اكل مش حلو يعني مثلا لبن تمام قديم او ريحته مش ظريفه، النيورون ده عمره ما يحصل له اكتيفيشن، صح كده تمام. نفس الكلام عندنا اكتيفيشن فانكشن، الويتس ديت مع الانبوت تمام ممكن تطلع لي قيمه. القيمه دي لو عدت ثريشولد معين، عدت ها رقم معين، الرقم دوت هيعمل فايرنج للنيورون وهيبعت لي 1، معناها ها ان ايه؟ ان انا جعان، المحشي ريحته حلوه تمام. طيب اللبن اللي بايظ او الحاجه اللي مش ريحتها حلوه مثلا تمام مع الانبوت والويتس ديت هتطلع لي نمبر او رقم اقل من الثريشولد. الثريشولد ده مش هيعمل فايرنج للنيورون، عمري ما هيحفز النيورون بتاعي، عمري ما ايه هبص ليه للحاجه اللي هي ريحتها مش حلوه او الاكل بتاعها او الاكل مش حلو تمام. نفس الكلام. طيب انا عندي انبوتس كتيره قوي، عشان كده محتاج مالتيبل لايرز ومالتيبل اوكي نيورونز. هيجي السؤال بقى اللي انا كنت بساله من زمان وكل الناس بتوع الماشين ليرنينج بيسالوه، طب وانت كام نيورون احطه وكام لاير؟ مع الأسف ما فيش قاعدة بتقول في كام نيورون نحطه ولا كام لير، ولكن بالخبرة وبحسب الريسيرشز اللي الناس عملتها قبل كده تمام، بقى عندنا مثلا تخيل لو انت بتعمل image recognition او تعمل classification او بتعمل حاجة معينة ايه هي شكل النتورك واللايرز بتاعتها يكون عامل ازاي، ولكن ده من التوبيك الادفانسد جدا اللي ان شاء الله هنتكلم عليها انا او احد من زمايلي ان شاء الله في السيشنز اللي جاية بعد كده. طيب احنا عملنا ايه لغاية دلوقتي؟ احنا شجعناكو عرفنا الماشين ليرنينج، شجعناكم ان انتوا تستخدموا الماشين ليرنينج، اتكلمنا على شويه تمام
يوز كيسز بتاعت الماشين ليرنينج، اتكلمنا على الفاندامنتال بتاعه الديب ليرنينج، اتكلمنا على ازاي بنتعامل مع اي مشروع من مشاريع الماشين ليرنينج. طيب السؤال الكبير بقى اللي كل الناس تمام بتساله، احنا عايزين نبتدي بقى. طيب انت عمال تقول لنا ماشين ليرنينج والفاليو بتاعتها وغاية دلوقتي ما ابتديناش، عايزين نشتغل، يلا نشتغل. اول حاجة شباب لازم نعرف انه اللي عايز يبقى ماشين ليرنينج بصفة عامة في الحياة. فضل في كريم عنده سؤال بس قبل ما تبتدي. فضل يا كريم. ايوه فندم من فضلك. النيورون دوت هو كانه تريجر مثلا او ايفنت هاندلر. معلش يا احمد، هو كريم قال ايه النيورون هو عباره عن ايه؟ بيقول لك يعني النيورون ده نعتبره تريجر او ايفنت هاندلر، يعني حاجه عملت فانكشن بالظبط. لو انت حابب كده، هو طبعا غلط ان انا اقول ده، او يعني شبه اللامدا، شبه اللامدا كده تمام. اللي هو ايفنت ايفنت فانكشنز تمام. هو طبعا النيورون دوت بيحصل له تحفيز او بيحصل له فايرنج نتيجه انبوت تمام دخل للنيورون دوت. لو الانبوت دوت مع الويتس عدوا ثريشولد معين بيحصل له اكتيفيشن او بيحصل له فايرنج تمام. فتقدر تقول زي ما انت قلت كده كريم، اتس سورت اوف ايفنت تريجر فانكشنز. بس في تفاصيل كتيره ان شاء الله، سامحني ان شاء الله المره الجايه او المرات الجايه هنخش فيها باذن الله. تمام مشكور جدا يا باشمهندس، شكرا جزيلا. العفو. طيب اول حاجه سنه الحياه ان اي حاجه لازم الواحد يتعلمها. عمر ما في واحد بيخش على اي حاجه في الاول تمام ويبقى خبير او استاذ فيها. انا نفسي لسه ما زلت بتعلم ولسه عندي منتور تمام بروح اسالها ولما اتلخبط. وان شاء الله باذن الله احمد اوعدك ان احنا ممكن نجيب الشباب اللي هم الوحوش بتوعنا في سيشنز، هم طبعا مش بيتكلموا عربي بس يعني الناس دي ممكن يفيدونا جدا وهم متحمسين انه يساعدونا يعني. ولما شافوا الميت اب، فكره الميت اب بتاعك، فهم كانوا جدا متحمسين ان هم يساعدونا ممتاز. هم يعلمونا ماشين ليرنينج واحنا نعلمهم عربي ان شاء الله. ممتاز. نشوف مين لا. طيب يبقى لازم في لازم احنا نشتغل ونعمل وناخد وقت تمام وما نستعجلش الامور. طيب اهم خطوه علشان نبتدي الرحله بتاعتنا، لازم انا يكون عندي خلفيه كويسه تمام في واحده من البروجرامينج لانجويج اللي بنعمل بيها اللي بنستخدمها في الماشين ليرنينج. انا عن نفسي وصراحه يا شباب انا ضد ان انا اقول لحد اعمل ده، انا دايما بدي للناس خيارات. بس المره دي انا هقول لك لا، لو سمحت ركز في دي، يعني ما تبصش لاي اوبشن تاني. انت لازم تتعلم بايثون او لازم يكون عندك خلفيه كويسه عن البايثون. طيب لو انت حضرتك ديفلوبرز وعمرك ما استخدمت البايثون، ما تقلقش، ساعتين هتفهم بس الكود او تفهم الستراكشر بتاعها وخلاص، ما تقلقش، ما ده لغه من اللغات السهله جدا يعني تمام. انا لما ابتديت حياتي كنت بشتغل ديفلوبرز على كان وقتها اسمه الفيجوال ستوديو اللي هو بعد كده سموه دوت نت وكذا تمام، وكنت بستخدم سي كمان كتير جدا وسي بلس بلس بعديها والفيجوال سي تمام. وبعدين دخلت 10 سنين من حياتي بشتغل نتورك بيور نتورك تمام وسكيورتي وهكذا. وبعدين لما جيت رجعت ابتديت اشتغل ماشين ليرنينج من سنه تقريبا، كان بالنسبه لي كنت خايف ان انا اعرف ما اعرفش استخدم البايثون، والحمد لله دلوقتي بقدر اتعامل معاها يعني بنوع من انواع الايه الاريحيه. الميزة انه بيني وبينك كل حاجة انت محتاجها موجودة في على الانترنت. الستاك اوفر فلو بصراحة مش مقصر. طبعا في الاخر انت محتاج ان انت تعمل كواليتي كود تمام، بس في الاول وانت بتتعلم مفيش ما يمنع ان انت الكود بتاعك ما يبقاش بيرفكت يعني، او تبقى فيه شويه اخطاء وبعدين كل مدى بتبتدي تحسنه، بس لازم تبتدي الخطوه ديت. يبقى من النهارده تمام حضرتك هتبتدي تعمل بايثون كراش كورس، وهبعت لكم في الريسورسز ممكن تجيب البايثون كراش كورس ده من فين. في حاجات منها ببلاش، في حاجات منها تمام بفلوس بس يعني تكلفتها $10 حاجه زي كده. طيب عرفت البايثون كراش كورس ده وعملت البايثون كورس،
طيب تعلمت الايه؟ تعلمت اللوبس، فور لوبس، الوايل لوبس، تعلمت الاف ستيتمنت، تعلمت الفانكشن، تعلمت السترينج، تعلمت الاري، تعلمت الديكشنري، الحاجات دي كلها. طيب حلو قوي، خش بقى على المرحله الثانيه. السطر الثاني ده، السطر الثاني دوت، تمام، ما فيش داتا ساينتست موجود في امازون او في جوجل او في مايكروسوفت او مع نفسه او في اي حته الا وبيستخدمهم. مين دول؟ انا بسميهم اصحابنا الاربعه، نمباي وبانداز ومات بلوتليب والسيبورن. دول لايبريز، اللايبريز بتتعامل، نمباي بتتعامل مع الاري، الباندز بتتعامل مع الفريم ورك، والمات بلوت من اسمها، والسيبورن بيتعاملوا مع الفيجواليزيشن. دول حياتك يعني، انت كل يوم الصبح كده هتفتح نوت بوك وتعمل ايه؟ ها بانداز، تعمل فريم ورك وتعمل عليه شويه اكسبريشنز او تعمل عليه شويه فانكشنز. طيب عديت المرحله ديت والحمد لله اتقنتهم. طيب تقريبا الوقت اللي محتاجه واخده في ايه علشان اتعلم الحاجات ديت؟ ممكن تتعلم الحاجات ديت في خلال ما يقرب من 16 ل 20 ساعه بالكتير قوي ان شاء الله يعني، وهتبقى عندك خلفيه كويسه جدا وتتقن الموضوع. الخطوه اللي بعدها بقى سايكت ليرن، او انا اسميها الاس كي ليرن، لان انت لما بتيجي تناديها في اللايبرري ديت في الكود بتسميها الاس كي ليرن دي، تمام، يعني محبوبة جماهير الماشين ليرنينج، very advanced and powerful، تمام، library بتساعدك كتير جدا في أساسيات أنت محتاجها في الماشين ليرنينج. يعني مثلا حضرتك عندك داتا وعايز تبتدي تقسمها، جزء هتستخدمه في التريننج، جزء هتستخدمه في التستينج، وجزء هتستخدمه في الفاليديشن. سطر واحد من الاسكيلرن هيقسم لك الداتا ديت للثلاث اجزاء، تمام، ويعمل لك ليهم شافلينج راندمايزيشن كده علشان ما يبقوش كلهم مثلا كل الداتا بتاعه اليوزرز اللي عايزين يقعدوا في التستينج واليوزر اللي مش عايزين يقعدوا في الفاليديشن، فده تعمل لنا مشكله. لا، يعمل لك شافلينج وراندمايزيشن ويظبطهم كده اهوت ويقسمهم لك ويبعتهم لك. دي واحدة حاجة بسيطة جدا من الاسكيلر. حاجة من الحاجات التانية مثلا، فاكرين الكاتيجوريكال داتا اللي هي الداتا زي الحالة الاجتماعية مثلا، تمام، اللي هو متزوج، مطلق، ارمل، مش عارف ايه، تمام، وعايز انت تحولهم ايه ل وان هوت انكودينج ارقام، تمام، الاسكيلر ممكن تعمل لك الموضوع ده. طيب خلاص زي الفل قوي، ابتدي بقى عايز اخش اتعلم واعمل اوكي ديب ليرنينج. انا بقول لحضرتك وبنصحك يعني باستخدام الفريم ووركس اللي تساعدك في الموضوع ده زي التنسر فلو، تمام، والتنسر فلو بيشتغل فوقيه لاير كده بنسميها الكيرس، بتسهل لك انك تستخدم اللايبريز بتاعت التنسر فلو. تنسر فلو عملوه جوجل وبعدين مؤخرا بقى اوبن سورس، وبقى تقريبا اغلب الديتا ساينتست بيستخدموا التنسر فلو، تمام. والجميل في الموضوع ان اكتر من 60% في او 65% ان من التنسر فلوز مودلز اللي شغاله على الكلاود شغاله على امازون كلاود، تمام. ده بيدي حضرتك برضو خلفية قد إيه البلاتفورم بتاعتنا سيج ميكر is very flexible. بالفضل بالنسبة لكل نقطة من النقاط دي يعني لو تريكومند مثلا سايت معين أو كورس معين يبقى ممتاز. هو حاجة كنت جربتها أنا استخدمت يوديمي، تمام، في الأول اتنين في البايثون كراش كورس، وهبعت لكم اللينكس بتاعت اليوديمي في التو كورس دول، تمام. الاسكي ليرن انا استخدمت في موقع للاسكي ليرن، واستخدمت حاجه ظريفه جدا بقى النوت بوكس بتاعت سيج ميكر فيها، تمام، اكزامبلز كتيره قوي على الاسكي ليرن والتنسر فلو. يعني النقطتين دول السيج ميكر هيساعدك جامد فيهم جدا جدا جدا، زائد ان في عندنا كورس ببلاش موجود، هبعت لكم اللينك بتاعته على اساسيات الماشين ليرنينج
في التريننج الاوفيشال تريننج لاي دبليو اس ممكن شباب يخشوا يعملوه, وفي اساسيات الماشين ليرنينج, وفي بيتكلم جزء كبير قوي على التنسر فلو والاس كي ليرن. تمام, وفي الجزء برضو الاوفيشال سيرتيفيكت بتاعتنا بتاعت اي دبليو اس بتساعدك كتير قوي تفهم الكونسبت بتاعه الداتا انجينيرنج والداتا الداتا سلايسنج اند لايسنج وداتا كلينزنج. الحاجات دي كلها موجوده في الكورس بتاعنا, وكورس بصراحه من الكورسات المتميزه. هبعت لكم برضو اللينك بتاعته, في عندنا على الويب سايت فري تريننج لي, وفي كورس لواحد اسمه ستيفن ومعاه واحد اسمه فرانك, كورس متميز جدا بصراحه انا نفسي استفدت منه كتير جدا, موجود على اليوديمي برضو, هبعت لكم اللينك بتاعته. يعني مغطي كل الشهادات تقريبا, عامل كورسات للشهادات كلها ما شاء الله, راجل رائع جدا, بس هو مش بتاع ماشين ليرنينج, فجايب واحد معاه اسمه فرانك. تمام, ده اكس اي دبليو اس وراجل شاطر جدا في الماشين ليرنينج. تمام, انا هايلي ريكومند الكورس ده. انا والشباب بنعمل حاجه دلوقتي ان شاء الله, بنعمل تسجيل تمام لكل حاجه من الحاجات ديت. تمام, يعني البايثون كراش كورس وبنعمل تسجيل ليه, بنعمل تسجيل للابس وبرزنتيشن عن نون باي والبانداز. تمام, احنا لسه بنبني فيها, بس ان شاء الله اول ما تخلص, يعني حتى مش لازم كله, اول ما يخلص جزء هنبعته لك يا احمد, ولو حابب تعمل له شير مع الشباب. طيب, يعني السؤال بقى الشباب هيسالوا لي, يا محمد هو يعني طب النهارده كده مش هنعمل حاجه خالص؟ لا هنعمل, يلا ايه رايكم نعمل الجوبيتون نوت بوك دلوقتي ونشوف ازاي نكونكت على الجيت هاب قبل ما صوتي يروح. طبعا في زي ما قلت لكم الداتا انجينيرنج كونسبتس والام ال الجوريزم دي موجوده في الكورس بتاعنا. تمام, understanding الديب ليرنينج والسي ان ان والار ان ان والسيج ميكر. انا شباب بعد اذنكم تمام عايزكم لو تكرمتوا تجيبوا الكتاب ده او تصرفوا هاتوا بالضبط الكتاب ده انا قريته مره وبرجع اقراه تاني. يعني انا لما اجي اعمل سيشن مثلا لحضراتكم اجي اقول والله التوبيك ده عايز اشرحه بطريقه احلى شويه, أقوم رايح أفتح الكتاب ده وأقراه. الكتاب دوت أنا بسميه يعني أصل ده الكندل بتاع أمازون. تمام, البرنامج أكيد حضراتكم عارفينه. تمام, مثلا أنا النهاردة كنت عايزة أحاول أشرح طريقة النيورون بطريقة أسهل. تمام, لأن كل مرة كنت بشرح بحس الناس يعني شوية الموضوع صعب وكده هوت, فدخلت قعدت قريت هنا هوت النيورون من هنا هوت. تمام, ده الكفر بتاع الكتاب, وحبعت لكم اللينك بتاعته, اسمه Hands on Machine Learning with SKKitLearn Keras and TensorFlow. فضرب لك بعد إذنك يا باشمهندس, أنا يعني الصورة واقفة على الإكويشنز ولا ده عندنا بس؟ لا عندك انت بس. طيب حاليا على الكتاب, يعني مفتوح على الكتاب. حكيت ايه؟ طيب انا اسف فضرب لك ثلاث حاجات في بعض, والمؤلف بتاعه ده النسخه الثانيه على فكره. تمام, المؤلف بتاعه عمل النسخه الاولانيه لقى الناس قد ايه يعني شكرت في الكتاب وانبسطت منه, فراح عمل النسخه الثانيه. الجميل في الموضوع ده يا شباب ايه, انه هتلاقي اغلب الحاجات, مثلا رحنا عند الكلاسيفيكيشن بيتكلم على امنست داتا داتا سيت, ازاي تداونلود الامنست داتا سيت, ويبتدي ويبتدي هنا اهو يقول لك الكود اللي هتستخدمه, يعني مش بس كلام, لا ده كمان كود. تمام, والكود بتاعه موجود على الجيت هاب. الجيت هاب ريبوزيتوري, مخزن يعني بالبلدي كده, مخزن للكود. تمام, فممكن تروح انت تنزل منه الكود وتجربه وتستخدمه وتشغله يا اما على الكمبيوتر بتاعك او على السيج ميكر.
فده بصراحة من الكتب اللي أنا يعني استفدت. حتى مثلا من الإكزامبل الجميل دوت بيقول لك عملوا 70,000 صورة تمام، وعايزين البرنامج يتعرف على الصورة دي، صور دي صور أرقام تمام، فبيقول لك أدي مثلا الصورة دي صورة 5 بس يعني الريزوليوشن مش واضحة لأنهم كبرها قوي تمام، وحيبعت الصورة ديت للألجوريزم والألجوريزم هيطلع له أنها 5، بيشرح لك بقى إزاي إيه الالجوريزم ده بيشتغل والداتا سيت دي عامله ازاي. ولو لاحظتوا هنا سمي صاحبتنا اللي احنا قلت لكم عليها اللي احنا لازم نعرفها اسمها النمباي تمام. فالكتاب ده كتاب رائع جدا يا شباب. الكتاب الثاني لو انت يعني محب للكتب وعايز تزود معلوماتك في السيج ميكر، فالكتاب ده بتاع واحد اسمه جوليان سايمون، راجل من الناس المشاهير جدا وواحد من الناس اللي وعدنا انه هيجي احمد ان شاء الله يعني في الميت اب بتاعنا ان شاء الله، او يعني عنده ما عندوش مشكله انه يجي في الميت ابس. وهو عامل الكتاب دوت وانا استاذنته قلت له انا يعني هوري الكتاب بتاعك، وقال لي يا ريت ده بالعكس انا هبقى مبسوط جدا تمام. الكتاب دوت بيتكلم على السيج ميكر وميزته انه سهل جدا جدا جدا. يعني انا الكتاب ده اشتريته بس من 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 قريب تمام، واعتقد ايوه ولسه نازل من بتاعه، واعتقد ان انا عديت مثلا بتاع حوالي 100 صفحه في يومين من كتر ما هو الكلام سهل وبسيط ومش معقد يعني. وفي طبعا هيتكلم على زي ما كل حته بنشوف هنلاقي الايه الاسكي كيت ليرن او الاسكي ليرن تمام. فدي من الحاجات المهمه جدا يا شباب. ده الكتابين دول يمكن من الكتب اللي انا تمام بـ 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 يعني بنصحكم بيهم تمام، وهبعتها لكم في الريسورسز بره. طيب ايه رايكم نعمل شويه شغل بقى النهارده؟ طيب انت لما تيجي تكتب كود، يعني الشباب الديفلوبرز اللي معانا لما تيجي تكتب كود اكيد بتكتب الكود دوت في اي دي اي تمام. الاي دي اي اللي هو بالعربي انا عارفين تمام ماشي. فانت محتاج تكتب الكود في اي دي اي. طيب الاي دي ايز الطبيعيه زي الاتوم والفيجوال ستوديو اسمه ايوه مش هتديك السهوله والفلكسبيليتي او البساطه اللي احنا محتاجينها تمام في الماشين ليرنينج. ليه؟ انت محتاج كل ما تكتب جزء من الكود تشوف الاوتبوت بتاعه وتشوف ايه اللي هيحصل. ليه؟ لان انت مش لازم تقعد تكتب ماشين ليرنينج بروجرام طويل جدا طويل عريض وبعد كده في الاخر تكتشف ان انت عامل النيورال نتورك بتاعتك غلط مثلا او في عندك سينتاكس غلط تمام. انت محتاج كل خطوه تمام تعمل لها اكسكيوشن، شوف الاوتبوت بتاعها وتشوف الريزلت بتاعتها، لان ساعات كتير قوي حسب الريزلت انت بتغير الدايركشن اللي هتمشي فيه، بتغير الطريق اللي هتمشي فيه. يعني مثال تمام، عندك ديتا تمام وبعدين ابتديت تبص في الديتا بتاعتك فعملت شويه كود شويه كوماندز طلع لك بيقول لك ان الداتا دي في كتير قوي فاليوز زيروز. طب انت عندك حل من الاثنين بقى، يا اما تعمل دروب للجزء ده يا اما تعمل له امبيوت تطلع له ايه تطلع له كده ارقام، الارقام ديت يا اما تعمل المتوسط يا اما تحط ارقام دامي مثلا. طب فده انت هنا في تو دايركشنز، حسب لو الداتا اللي ناقصه كتيره جدا فيبقى انت مضطر ان انت تعمل ايه تعمل المتوسط، لو الداتا اللي ناقصه حاجه قليله احذفهم وخلاص انا مش هيأثروا يعني لو اقل مثلا من 5%. خدت بالك وانت عندك داتا سيت كبيره. طيب الاكشن ده انت لازم تعمله في وسط ما انت بتبني الكود بتاعك، فما ينفعش ان انا بعد ما ران الكود كله واوصل للمرحله الاخيره اكتشف يا نهار ابيض ده انا كان ناقص جزء من او في داتا عندي كلها زيروز ولازم ارجع ابتدي من الاول وجديد. لا احنا عايزين نلحق الخطوه دي او نكتشف الموضوع ده في الاول ونبتدي ناخد الاكشن السليم ليه. وبالتالي اخترعوا حاجه اسمها الجوبيتر نوت بوكس.
حياتنا وأز داتا ساينتست هو الجوبيتر نوت بوكس. يعني تصحى الصبح انت كده هو تمام بعد ما تعمل الحاجات الاساسيه والروتين الطبيعي بتاعك تقوم فاتح الجوبيتر نوت بوك تقعد تشتغل عليه شويه وبعد كده تعمل حاجه تانية. ده كل يوم كده انت هتعمل الكلام دوت. طيب ازاي انا اعمل جوبيتر نوت بوكس؟ هنستخدم السيج ميكر وانا هبعت لكم برضو يا شباب طريقه ازاي تعملوا النوت بوكس على الماشينز على الكمبيوتر بتاعكم برضو. طيب السيج ميكر ايه رايكم نعمل الكلام دوت لايف بدل ما احنا اقعد اوريكم الاسهم والحاجات ديت؟ ربنا رزقنا لاب نستخدمه. ايه رايكم؟ يلا بينا. يلا بينا نروح على السيج ميكر، امازون سيج ميكر. طيب علينا، انا اسف يا شباب لازم نروح نفتح تاني. كويس في سكيورتي يعني في الموضوع. ده اصل ده برنر اكاونت مش الاكاونتس بتاعتنا. الاكاونتس بتاعتنا انا ملخبط فيها حاجات كتير قوي فكنت خايف لا يكون في اي ليميتيشنز يعني، فانا مستخدم برنر اكاونت انا، حتى لو تلاحظ دخوله مش الطريقه المعتاده يعني. هنخش على امازون سيج ميكر، بعدين هنروح نخش على النوت بوك انستنس. شباب ركزوا معانا لان ده التاسك اللي انا هطلبها منكم تعملوها ان شاء الله لل ال 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 للسيشن الجاي. طيب عايزين نعمل نوت بوك فروم سكراتش، هنروح اقول له كرييت نوت بوك انستنس، هنسميها مثلا اوكي ML Machine Learning Meetup. بعدين علشان ما نكلفش نفسنا فلوس كتيرة يا إما تستخدم الـ MLT2 Medium تمام، وهشرح لك حالا إيه دي تمام، يا إما تستخدم الـ MLT3 Medium. دي سعرها في الساعة 7 سنت، حولها أنت بقى للعملة بتاعتك. طيب إيه دي؟ دي النوت بوك ده ماشي في الاخر محتاج ريسورسز علشان نعم فندم مفيش حاجه تبع الفري تير نقدر نستخدمها. مع الاسف هنا مفيش فري تير. خليني اشوف هي دي اقل حاجه. خلينا دبل تشيك احمد وارجع لك، بس ما اعتقدش ان انا في فري تير. تمام. انت محتاج ريسورسز علشان تشتغل عليها تمام، محتاج سي بي يو ميموري، محتاج الماشين ديت تكون مهيئه لانها تعمل ماشين ليرنينج. تقول لي يعني ايه مهيئه يا محمد؟ هقول لك يكون نازل عليها السوفت وير، نازل عليها النمباي والبانداز والكوندا والجوبيتر تمام، كل الحاجات ديت اللي انت محتاجها. احنا مش جايبينك عشان تقعد تنزل بقى السوفت وير وتشوف اذا كان في كونفليكت في اللايبريز ولا في الانفايرمنت، لا احنا عايزينك تشتغل على طول تمام. الاستيك انفرنس ما تختارهاش، هنتكلم عليها ان شاء الله في 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 وقت قريب، بس اسف مش هتكلم عليها دلوقتي عشان الوقت تمام. النقطه المهمه جدا جدا الاي ام رولز 99% يمكن مش المره دي بس 99% هتحتاج ان انت تجيب الداتا بتاعتك من حاجه اسمها الاس 3 باكيت اللي هو الاوبجكت ستورج بتاعنا اللي هو مخزن الداتا بتاعتنا تمام. فهتروح تقول له كرييت ا نيو رول وتقول له اسمح له انه ياكسس اي اس 3 باكيت. طبعا في الحياه العمليه احنا ما بنعملش الكلام ده لان اتس نوت ا فيري سكيور، انت لازم تحدد الاس 3 باكيت او الفولدر اللي انت هتستخدمه في اللاب تمام، ما فيش مشكله احنا دلوقتي لسه بنبني وبنتعلم، فقول له اي اس 3 باكيت تمام، وبعدين تقول له كرييت الرول منتهى السهوله تمام، هيعمل الرول ما تقلقش من اي حاجه تمام. الاوبشنز الباقيه سيبها دلوقتي باي ديفولت، وسامحني انا مش هتكلم عليها دلوقتي، انا مش عايز اي ادوشك، بس ان شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل في الوقت اللي ايه في الوقت اللي جاي تمام. سيب بقيه الحاجات زي ما هي تمام، وقول له كرييت نوت بوك تمام. كرييشن بتاع النوت بوك يا شباب بياخد تقريبا من 3 لـ5 دقائق وما بتتحاسبش عليه، انت بتحاسب اول ما يبتدي النوت بوك بتاعك يشتغل. طيب هنسيب الراجل ده يشتغل، انا عملت نوت بوك قبل السيشن عشان نكسب وقت بس تمام. عندي كده حاجه اسمها اوبن جوبيتر واوبن جوبيتر لابس تمام.
ايه ده، هم حاجه يعني في الاخر هيفتح لك جوبيتر اي دي، بس الجوبيتر لابس ده فيه شويه ايه ادفانسد فيتشرز، تمام؟ ما تلخمش نفسك فيها دلوقتي او ما تقلقش عنها، هنتكلم عليها بعدين. افتح الاوبن جوبيتر دلوقتي، اول ما تفتح الاوبن جوبيتر تمام هياخد تقريبا دقيقه هيطلع. مانس شام جلال بيقول ان الفري تير از افيلبل فور 2 مانس للسيج ميكر. سلام عليك يا هشام، ربنا يخليك يا رب. هشام على فكره احد وحوش ال اي دبليو اس، وانا مفتقده كتير انه هو في السعوديه وانا في دبي، بس نبقى معانا وخلاص. خلاص الراجل ده فاليبل ريسورس يا شباب، اوعوا تسيبوه. تمام، يبقى معانا طبعا القاعده ان شاء الله. لا انا بقول للشباب كمان ان هم يعني يبقوا دبستك يا هشام، ان هم يسالوا ويكلموا معانا على الجروب باي ذا واي، ومعانا على الجروب تمام في اي وقت في اي وقت. شكرا شكرا. طيب فتحنا الجوبيتر، اوكي، نوت بوك، حلو الكلام. عايز احط انا اعمل لكم النوت بوك عشان تستفيدوا منه وتجربوه. في طريقتين تحملوا النوت بوك اللي انا عامله لكم دوت، تمام؟ يا اما تعمل له حاجه اسمها كلون من الجيت هاب بتاعي، يا اما انا هبعته الفايل لاحمد وانت تعمل له ابلود، يعني تيجي هنا اهو تقول له ابلود، وبعدين تختار النوت بوك ده وتقول له اوبن وتقول له ابلود، وبالرايد انا كنت حاطه قبل كده يعني، تمام؟ وبعدين ها دبل كليك عليه. اول ما دبل كليك عليه هنقول لك اهلا وسهلا، الف مبروك، اول نوت بوك عندك، اول نوت بوك هنعمله. طبعا انا متاكد ان في حد من حضراتكم اكيد اشتغل على الجوبيتر نوت بوكس قبل كده، لكن لو انت اول مره تمام تعالى اعرفك النوت بوك او ايه الكرايتيرياز بتاعت النوت بوك. وانا عملت اللاب بطريقه سهله بحيث لو انت قريته هتفهم كل خطوه وتقدر تشغله. في جزء منه بايثون بس جزء بسيط قوي، يعني مش 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 حاجه صعبه. اول حاجه حضرتك عندك كيرنل. ايه الكيرنل دوت؟ اصل احنا مش فاكرين، احنا قلنا عندنا فريم ووركس كتيره، عندنا تنسر فلو، عندنا ام اكس نت، عندنا جلو، عندنا باي تورش، تمام؟ فالكيرنل بتاعي انا اقدر اسويتش بتوين مالتيبل كيرنلز. انا على العموم هنا اهوت اعمل لك سيف للتنسر فلو، فما تقلقش انت اوتوماتيكلي هو هيشتغل على التنسر فلو. عايز تغير الكيرنل على فكره النوت بوك ده هيشتغل على اي حاجه ما تقلقش، لانه ما فيهوش حاجه يعني معقده. طيب كل حاجه من ديت بنسميها سيل. انا هاكسكيوت السيل ديت، ان انا ادوس عليها. السيل ديت مجرد كلام، فالاكسكيوشن بتاعها مش هيعمل اي حاجه، تمام؟ هنا هوت السيل ديت، تمام، بتعمل ايه؟ بتعمل برنت لستيتمنت بتقول ويل دان، ذس از يور فيرست ستيب ان ليرنينج جوبيتر نوت بوك، تمام؟ اول ما دوست عليها اشتغلت، لاحظت ان هنا حصل فيه زي استريك وبعدين طلعت لنا اوتبوت من تحت. الاوتبوت ده هو بتاع برنت، زي ما بتيجي تعمل اول برنامج تقول هالو وورد مثلا، هو ده الايه هالو وورد بتاعت الماشين ليرنينج، تمام؟ بعدين كل ما امشي على سيل هعمل لها اكسكيوشن، هتعمل اكسكيوشن هتطلع رقم وتطلع لي اوتبوت هنا اهوت، تمام؟ ولو قريت بقى الانستراكشنز هنا اهوت مثلا بيقول تمام هنا اهوت عايز اد نيو سيل. طيب عشان اد نيو سيل اعمل ايه؟ اقوم رايح دايس على علامه البلس ديت واقوم اكتب فيها مثلا اوكي برنت best meet up مثلا و execute هيطلع لي ايه best meet up مثلا. يعني لو عايز انا اعمل الكلام دوت as a comment، تمام، احط مثلا قبليه علامه الهاش ديت فبقى comment، وبشرح لك ازاي انك تعمل comment هنا. هنا مثلا شويه بايثون ازاي تعمل variable، حاجه سهله جدا، ازاي تجمع تمام two variables مع بعض مثلا، ازاي تعمل تحط string. السترينج بنحطه يا اما في single quote يا اما في double quote، تمام؟ ده مثال. هنا مثلا بقول لك حط اسمك مثلا، احط هنا اسمي محمد عزت. لما execute ال هيطلع هنا محمد عزت هنا، تمام؟ بعوض بسترينج، تمام؟ بقول له بprint، تمام؟ الكيرلي
كود ديت معناها بص على الفانكشن اللي اسمها فورمات وخد الفاريبل منها. انا حطينا فاريبل اسمه محمد عزت تمام, وهعوض عليها في السترينج ديت. فلما انا اكسكيوتين اهوت هيطلع لي يقول لي محمد عزت از ا نيو ام ال هيرو. انا عايزك ترن النوت بوك ده تمام, وتبعت لنا سكرين من اخر تمام اوتبوت علشان نتاكد ان انت عملته, مش حاجه اكتر من احنا نشجعك يعني تمام, ونشوف اسمك as a new ML hero. الهدف من الموضوع ده بقى ايه؟ عايزك تلعب في النوت بوك ده تمام, مش هيبوظ حاجه ولا يغير حاجه. عايزك تستخدم ازاي تكت, ازاي تبيست تمام. عايزك تجرب انك ممكن على فكره تقف على السيل ديت مثلا وتقول له run all, تران السيلز دي كلها, run below او run above تمام. عايزك تعمل new notebook تمام, حط فيه اي كلام. عايزك تعرف يعني ايه مارك داون سيل. مارك داون سيل يعني سيل مش فيهاش كود, لكن لو افتح السيل ديت سيل فيها كود تمام. عايزك تجرب النوت بوكس دوت ومش مش هيبوظ حاجه. اعمل اللي انت عايز تعمله, وبعد ما تخلص يا شباب بعد اذنكم, بعد ما تخلص تمام, روح على ال 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 الجوبيتر ودوس هنا وقول له شوت داون علشان تمام ما يكلفكش اي فلوس. وبعدين روح هنا اهو تمام, واقف على ال 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 النوت بوك بتاعك وعلى الاكشن وقول له ستوب. مش لازم تمسحه, لو عملت له ستوب مش هيكلفك اي حاجه تمام. وده اول لاب لينا ان شاء الله هنعمله مع بعض. يمكن التفاصيل بتاعه النوت بوكس ديت موجوده هنا اهو تمام. فيها كمان في طريقه تانية, صحيح انا اسف نسيت اقول لكم عليها. في طريقه تانية ممكن تكلون بيها ال ريبو. بالظبط خليني اوريها لحضراتكم تمام. يعني مثلا انا لو جيت هنا اهو هقول له نيو, اخترت كلمه تيرمينال تمام ماشي. وبعدين هنا اهو هبعت لكم الكوماند دوت موجود برضو في النوتس تمام. هو بتكلون انا ان شاء الله انا وهشام والشباب هنعمل ريبو محترم شويه. انا ده دلوقتي بس مؤقتا حاطط ده بتاعي, حاطط فيه اول لاب تمام. انت بتعمل ايه؟ بتكلون الريبوزيتوري دوت تحت السيج ميكر فولدر بتاع الانستنس ده. لو عملت كده اهوت اوريدي اكزيست. سوري, طيب هو انا كنت عامله قبل كده فهو اوريدي اكزيست تمام ماشي. اول ما هتعمله هيعمل كوبي وهيقوم رايح هنا اهو هينزل فولدر اسمه الام ال تمام. جوه الفولدر دوت هتلاقي فيه نفس الايه ال الجوبيتر نوت بوك اللي انا قلته لحضرتك. يبقى في عندك طريقتين, الطريقه الاولانيه ابلوده من على الكمبيوتر بتاعك, او الطريقه الثانيه انك تروح هنا هو تختار تيرمينال وتعمل كلون تمام وتبعت الفولدر دوت على النوت بوك بتاعك, وبعد ما تعمل له كلون دبل كليك عليه وتشغله. بس اهم حاجه بعد ما تشغله تمام تعمل له شوت داون وتروح هنا هو توقف الانستنس بتاعتك, لان احنا مش عايزينك تتكلف فلوس. اعلم عليها واقول له ستوب وهتوقف. وهشام قال كمان الحمد لله ان احنا عندنا شهرين ببلاش, فده كمان حاجه كويسه جدا تحفزنا ان احنا نروح نجرب ونشتغل في الموضوع بتاعنا. معلومات عن النوت بوكس اهي موجوده هنا اهوت تمام. نفس الكلام اللي انا قلته لحضراتكم, تدوس على التيرمينال هتطلع لك التيرمينال هنا, تكتب الكوماندز بتاع الكلونينج تمام, وهتكلون المعلومات بتاعتك. حاجه بقى اخيره نختم بيها, في عندنا ذهب. ايه الذهب ده؟ لينا واحد صديقنا وحبيبنا اسمه احمد رأفت دايما يقول لك انت عندنا ذهب. ايه الذهب دوت؟ السيج ميكر عنده اكزامبلز جاهزه يا شباب تمام, ممكن تستخدمها
وممكن تاخد منها كوبي بدل ما تبني انت الحاجات النوت بوك من الاول للاخر. خده كوبي وعدل فيه. اديك مثال بسرعة عشان انا طولت عليكم النهاردة معلش. لو انا رحت هنا هوت في حاجة اسمها سيج ميكر اكزامبل مثلا. مثلا عايزين نستخدم ها الديب اي ار الكتريستي. ديب اي ار دوت واحد من الالجوريزم اللي بنستخدمها في الفوركاست. فانا ممكن اقول له يوز واسميه مثلا ميت اب تمام. اقول له كرييت عمل لي نوت بوك ها عمل لي كوبي من النوت بوك دوت ماشي. كوند امازونيان خلينا ناخد تنسر فلو. اوكي تمام. ان شاء الله في اخر السيشن دي هتوصلوا ان انتوا تكتبوا نوت بوكس بالليفل ده او انك هتاخد نوت بوك زي دوت وتعدل فيه تمام. النوت بوك ده مثلا بيعمل ايه؟ بيستخدم الجوريزم اسمه ديب اي ار علشان يعمل فوركاستنج لاستهلاك الكهرباء لبعض اليوزر. عندنا اليوزرز بيستهلكوا كهرباء وعارفين قد ايه هما بيستهلكوا كهرباء وعايزين الفوركاست هما هيستهلكوا كهرباء قد ايه في الشهر اللي جاي تمام. فبتكسكيوت السيل وبتكسيوت هنا بيمبورت اللايبرز اللي هيستخدمها وبعد كده بيبتدي تمام بيجنريت راندوم سيدز ومش هنخش في التفاصيل بقى بيكوبي الفايلز وهكذا. دي ان شاء الله يعني ليفل اعلى شويه في المستقبل هنعمله كفر. بس ده احنا بنسميه ذهب ليه؟ لان يعني بدل ما انا اقعد اتعب نفسي وابني الكلام ده كله ممكن اجي هنا هو اقعد اقراه واتعلم تمام واستخدمه. يبقى عندك انت لايبرري جاهزه او عندك كود جاهز بعد كده في المستقبل عايز تعمل حاجه اوريدي عندك الكود اللي بيعملها تمام. او ممكن تاخد النوت بوك وتعدي فيه حاجه بسيطه وتستخدم وهكذا. يبقى انت برضو ايه عملت حاجه فروم سكراتش وفي نفس الوقت ما تعبتش نفسك تمام. هنا بنتكلم على الاركتكتشر بتاع السلايد. سهله جدا واضحه. بيقول لك هنا الكيرنل تمام وهنا يعني ايه مارك داون يعني ما فيهاش كود تمام. ولو عايز تغير الكيرنل ممكن تدوس على الكيرنل من هنا وتغيره او تدوس من هنا اهوت وتغيره. ودي بعض اللايبريز اللي ان شاء الله هنعرفها قدام منها السيج ميكر لايبريز من الجيسون من النمباي من البانداز وهكذا. عايزين نبتدي بقى. اول حاجه راجع السيشنز ديت ولو في اي حاجه حضرتك عايز اسالنا فيها احنا تحت امرك. برضو الجيت هاب في النوت بوك اللي انا وريته لحضراتكم تمام. مهم جدا احنا نبتدي نعرف ناخد نبتدي نقرا عن الاسكي ليرن والكيرس والتنسر فلو تمام. ان شاء الله لو عندك وقت تحضر معانا الميت اب سيشنز اللي جايه. عندي بلوج بالعربي تمام وهم الجماعه في امازون اصروا ان هو يبقى بالعربي. في حاجات عن الاي اي سيرفيسز اللي هي البيرسونلايز والفوركاست ولسه ما فيهوش حاجات كتيره بس احنا هنبتدي على الاقل كل اسبوع ان ابلود في حاجه لو حابين تتفرجوا تقروا فيه تمام. ودي كانت رحلتنا النهارده. بتشكر ليكوا تقريبا قعدنا اكتر من ساعتين. انا بصراحه انبسطت جدا وشكرا لاحمد وهشام على ال على الـ على الـ على الفرصه ان انا اقابلكم ونتكلم مع بعض. وان شاء الله نتقابل في مرات تانية ومعانا هشام واحمد وشباب تانية متميزه جدا هتساعدنا ان شاء الله وتساعدكم في ان احنا نوصل للهدف بتاعنا الكبير اللي احنا قلنا عليه ان احنا نبقى اوكي داتا ساينتست. ما في وقت في الوطن العربي ان شاء الله. بالضبط ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. واحمد هسيب لك بقى انت الكلمه الاخيره انت وهشام ولو في اي اسئله. لا احنا بنشكرك يا باشمهندس فعلا سيشن ممتازه وبصراحه الطريقه كانت مميزه يعني بسطت الدنيا شويه غير ما كنا ندخل في الغميق من الاول. دايما الناس بتصطدم بالماشين ليرنينج بتقوم داخله في الكورس
تلاقي معادلات وحاجات، فحتى الناس كانت في النص المعادلات كده قلقت، وبعد كده انت سحبت الناس تاني. فجزاك الله خير على التبسيط يعني، وان شاء الله واحده واحده مع الوقت هتلاقي الموضوع بينور مع الناس والناس بتفهم اكتر وتلاقي الشباب ممتازه ان شاء الله. فحابب اسيب برضو المايك للمهندس هشام عشان لو عنده كلمه في الموضوع. طيب انا ما عندي، انا صراحه ما عنديش يعني، بسم الله ما شاء الله هشام هايله وانترودكشن يعني مبسط للناس عشان تفهم في الاول. واحنا ان شاء الله يعني هيبقى عندنا سيشنز كتيره وهنجيب زي ما يعني الشباب قالوا هنجيب اكسبرتس اخرين من اي دبليو اس سواء بالعربي او بالانجليزي عشان نساعدكم ان انتم تبنوا المهارات. ويعني الموضوع مش محتاج انفستمنت يعني كبير من وقتكم غير ان انتم تحضروا وتسمعوا وتحاولوا تطبقوا وتيجوا باسئله ونقدر نساعد مع بعض. ومع الوقت المستوى هيعلى، ومع المستوى هيعلى ان شاء الله تبقى في حاجات ادفانسد كفرد ان شاء الله. وبالنسبه ان شاء الله احنا زي ما قلنا في الاول الموضوع هيبقى دوري يعني لقاءات دوريه، فغالبا يعني على اول 10 ان شاء الله. وكل تفاصيل بتاعه الميت ابس الريسورسز اي حاجه موجوده على الجروب التليجرام. السيشن دايما بتتسجل شباب بعد اذنكم، بلاش اسالوا تاني السيشن بتتسجل ولا السيشن فعلا بتتسجل، وهنرفعها على اليوتيوب شانل، وكل الريسورسز هنحطها على التليجرام ان شاء الله اذا كان النهارده او بكره ان شاء الله بالكتير يعني. جزاكم الله خير جميعا، ونشكر المهندس بصراحه سيشن ممتازه، وان شاء الله لينا لقاء قريب يعني ان شاء الله. جزاكم الله خير وربنا يستر. شكرا، مع الف سلامه وفرصه سعيده لك. الف سلامه. شكرا شكرا. اخر حاجه بس انا هشير التليجرام جروب. اتفضل. انا هوقف الشيرين. ماشي اتفضل. انا شيرت شباب معاكم التليجرام جروب، دي هيبقى عليها كل حاجه، الانونسمنت، الريسورسز، الفيديوز، اذا كان في حتى فري بوكس او حاجه، كلها على التليجرام جروب ان شاء الله. فيا ريت اللي مش معانا على الجروب يتفضل معانا ونلقاكم قريبا ان شاء الله. جزاكم الله خير يا باشمهندس، معلش تعبناك النهارده. بالعكس انا سعيد وفرصه سعيده، ونستودعكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، شكرا جزيلا جوجل. شكرا جزيلا.